مشاهدينا مشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم واللقاء المتجدد مع ما وراء الاحداث. حلقه النهارده حلقه خاصه حول قانون بناء الكنائس او مشروع قانون بناء الكنائس. ازمات متتاليه تعرض لها الاقباط في مصر. البعض اشار ان هذه الازمات ممكن ان تحل او يكون حلا لها هو قانون بناء الكنائس. وهل فعلا يعني ممكن يكون الحل ده اللي هنرد عليه النهارده؟ الحاجه الثانيه انه بالفعل احنا دلوقتي في اطار قانون بيقال انه قانون توافقت عليه الكنائس الثلاثه، وافقت عليه، كان هناك مجهود بذل من نيافه الانبا بولا مع الحكومه لحين اخراج هذا القانون او هذا المشروع او مسوده قانون بناء الكنائس للنور. وحين يعني اطلعنا على هذا على هذه المسوده الحقيقه اتفاجئنا بان هناك بعض الجدل او جدل حول هذا المشروع او بعض البنود في هذا المشروع. لماذا؟ ده اللي هنعرفه، بس قبل ما نعرف ليه والجدل ده وإيه البنود، الحقيقة هو بعد ما كان القانون يعني بنوده متعددة، يمكن في بند منهم كان 9 بنود، دلوقتي انضموا لبند واحد أو لمادة واحدة، فإحنا عندنا كده القانون دلوقتي 8 مواد. هذا القانون المفروض أنه انتهت المناقشات حوله ما بين الحكومة وما بين الكنائس الثلاثة، وكان أيضا مجهود لنيافة الأنبا بولا. بعد كده القانون في شكله النهائي تم التوافق عليه من الكنائس، راح لمجلس الدولة علشان يتعرض على مجلس الحكومة ومجلس الدولة، وبعد كده يروح للبرلمان. يعني احنا المفروض في خلال الأيام القادمة هيذهب هذا المشروع لقانون بناء الكنائس إلى البرلمان، والبرلمان المفروض انه دلوقتي مقدم ليه مش بس مشروع الحكومه او مسوده قانون الحكومه، لكن في كمان حزب المصريين الاحرار وحزب الوفد كانوا مقدمين ايضا مشاريع لهذا القانون. فده ياخدنا بان احنا هنشوف ايه دلوقتي الفيصل كله في اللي هيحدث في البرلمان. لكن الاول هذا المشروع دلوقتي هو ده القانون اللي توافقت عليه الكنائس. عايزين نشوف يا ترى القانون ده اللي توافقت عليه الكنائس عباره عن ايه، واللي الكنائس الثلاثه قالوا انه امين على هذا القانون. يتكون نص القانون من 8 مواد خاصه بتعريف الكنيسه، ملحقاتها، شروط اصدار تراخيص البناء والترميم والهدم، وتلاؤم عدد السكان مع الموافقه على بناء الكنيسه. المادة الأولى عرف القانون في مادته الأولى الكنيسة بأنها مبنى مستقل محاط بسور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية المسيحيين على نحو منتظم، يتكون من طابق واحد أو أكثر، له سقف واحد أو أكثر، يجوز أن يشمل على منارة أو هيكل وساحة للصلاة وقاعة للمعمودية، وكله بني ملحقة. ده القانون، ده المادة الأولى من القانون. هنتكلم أنا النهاردة هقول لحضراتكم بالراحة كده إيه هي المواد علشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين، ما نبقاش إحنا بنتكلم على مواد يبقى في جدل على المواد دي واحنا مش عارفين ايه هي المواد. المادة الثانية، نص القانون في مادته الثانية على مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها ومراعاة معدلات النمو السكاني. المادة الثالثة، حدد القانون في مادته الثالثة شروط التقدم للحصول على ترخيص بناء من خلال تقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب للمحافظ للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوبة الترخيص لها، وإرفاق مستندات الملكية اللازمة لبناء طبيعة الأعمال وموقعها وحدودها خلال 60 يوم. يبت المحافظ في هذا الطلب بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، واختار مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه الطلب. في حال الرفض يجب أن يكون الرفض مسببا. المادة الرابعة بتتحدث بقى عن كيفية الحصول على هذا الترخيص، عفوا على ترخيص لهدم أو إعادة بناء. يعني إحنا في المادة الثالثة إن إيه المستندات المطلوبة علشان نبني، لكن لو إحنا عندنا كنيسة مقامة وعايزين بقى نعمل هدم أو إعادة بناء لكنيسة مقامة بترخيص أو تم توقيف أوضاعها. المادة الخامسة بتتحدث عن قيام المحافظ بالبت في طلب الحصول على رخصة في مدة لا تتجاوز 4 أشهر. المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بتتضمن الحقيقة لو اتكلمنا عنهم هنلاقي ان هم بيتضمنوا انه عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة. المادة الثامنة مثلا الأخيرة توفيق أوضاع كافة الكنائس اللي هي كانت غير مرخصة في الوقت اللي سبق، يعني ونصت على اعتبار كل كنيسة قائمة وقت العمل بالقانون على أنها مرخصة بعد التأكد من سلامة المبنى. زي ما قلت لحضراتكم القانون هيصل إلى البرلمان
وده بحسب بتصريح النائب عمرو حمروش. برضه هنا جت نقطه بقى، هو امين سر اللجنه الدينيه، جت نقطه هنا وقفنا عندها في ان القانون ده ليه يروح للجنه الشؤون الدينيه؟ ليه ما يروحش لجنه التشريع؟ هو ماله ومال الشؤون الدينيه؟ يعني انت مش بتناقش شان ديني، انت بتناقش بناء يعني بناء كنيسه، فانت وكل الامور دي كلها لا تتعلق بشان له علاقه بالدين، يعني كدين هي كنيسه لكن ده تشريع لبناء. وده يمكن كان برضو من النقاط الاولى اللي بدانا نشوفها، احنا النهارده المشروع ده هيروح لمين في البرلمان؟ لانهي لجنه في البرلمان؟ دي كانت اول خطوه يعني، وبناء عليها نشوف يعني الحقيقه ايه اللي هيحصل، هتروح فعلا لاي لجنه في البرلمان. نيافه الانبا بولا كان سعيد بهذا القانون لانه هو اللي اسعى في كثير من النقاط، كان في نقاش مع المسؤول القانوني اللي هو تاب يعني مع الحكومه مع المستشار العجاتي، وهو كان اعلن ده في لقاءات تلفزيونيه متعدده، منهم كان مع يوسف الحسيني بالتفصيل، وقال انه كان في مكالمات هاتفيه، والمواد اللي كان في تسع بنود في او تسع مواد تم ادماجهم في ماده واحده، تم الغاء اشياء كثيره. ده اللي تحدث عنه الحقيقه نيافة الانبا بولا، وقال انه المواد اللي تحفظت عليها الكنيسه تم حذفها، وكانت النصف الثاني من الماده الثانيه حول تحديد مساحه الكنيسه، لا يجوز لقرار وزاري ان يقيد حق تحديد مساحه، دي كانت نقطه كويسه. تم حذف ماده اخرى كانت تنص على طلب التصريح عند اقامه اي نشاط رياضي او ثقافي داخل الكنيسه، دي برضو كانت من المعوقات. حذف المواد من 8 ل 17 بالكامل وبقت ماده واحده، وده اللي يمكن ايضا يعني شعر نيافه الانبا بولا ان هو سعيد بهذا الكلام، وقال لك المادة البديلة هي مادة 8. ثمن الأنبا بولا الدور الإيجابي للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد لقائه البابا توادروس والقيادات الكنيسية واللي هو كان منهم نيافة الأنبا بولا، وقال إنه كان محفز للوصول لتوافق حول المواد الخلافية في مشروع القانون. أنا بقول لحضراتكم رأي نيافة الأنبا بولا لأن هو ده الرأي اللي تم طرحه في جميع الفضائيات، وإحنا حاولنا إن يكون معانا ولكن لم نستطيع التوصل ليه، لكن ده رأيه. إحنا كان نفسنا طبعًا إنه يكون موجود معانا علشان يتم طرح عليه الخلاف، يعني أو الناس اللي شايفة ان في ناس قالت لك ده في كوارث، ناس قالت لك انه ده اعادة للنقاط العشرة او الشروط العشرة بتاعت العزبي باشا، ففي حاجات كتير قال لك في الغام، في مواد مطاطية، في حاجات مش موضحة بالظبط ايه. احنا هنقول يعني في كل ده خلينا ناخد مع بعض دلوقتي القانون بالراحة مع بعض. طبعا يعني ابتداء من التعريف، علشان برضو لو في حاجة في التعريف، اول حاجة كانت زي ما قلت لحضراتكم المادة الاولى بتشمل التعريف، هي الكنيسة واللي جوه الكنيسة. فأول حاجة مبنى الكنيسة ده مبنى مستقل محاط بسور، هنا كلمة محاط بسور نحط تحتها خط بس لأن دي برضو عليها كلام، عشان كده أنا بقول لحضراتكم إحنا خلي معلش المشاهدين يشوفوا إحنا هنا دي حلقة مهمة جدا علشان حضراتكم هنطلع كلنا على القانون مع بعض وعلى البنود بند بند وإيه الكلام، ونركز ونقول إيه الكلام اللي إحنا هنقف عنده. محاط بسور هنا هنقول هنرجع لها، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية المسيحيين على نحو منتظم، يتكون من طابق واحد أو أكثر، له سقف واحد أو أكثر، يجوز أن يشمل على ما يلي: هيكل أو منبر، المكان اللي بيقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا لقواعد التقاليد الكنسية. هنا مفيش حاجة، صحن الكنيسة المكان اللي بيتواجد فيه المصلين لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين، مفيش مشكلة. قاعة المعمودية، مكان يستخدم في أداء طقس العماد، يكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي. المنارة، جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، بيكون متصل بمبنى الكنيسة أو منفصل عنه وفقا للتقاليد الدينية أو التصميم الهندسي، طبعا ده بيرجع برضو لكل طائفة. ملحق الكنيسة، ده مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها، يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها. بيت الخلوة، مبنى الكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية. عندنا بعد كده الصوره اللي بعديها بالنسبه للقربان، اللي هو اتكلم عن مكان صناعه القربان، مكان داخل الكنيسه او ملحق الكنيسه مجهز لصناعه القربان ومستوي لكافه الاشتراطات الصحيه ومعايير السلامه والامان على النحو المحدد، اللي هو اسمه بيت القربان. الرئيس الديني المختص هو الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية. المحافظ المختص، لأن احنا هنا الترخيص ده هيتاخد من محافظ مش من رئيس الجمهورية، وده الفرق.
ما بينه وما بين مثلا الخط الهاميوني، او ما بينه وما بين الشروط العشر العزبي. المحافظه الذي تقع في دائره اختصاصه الاعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون. والطائفه هي الطائفه الدينيه التي تعترف لها الدوله بشخصيه اعتباريه. الممثل القانوني للطائفة شخص طبيعي من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده رئيس الدين الأعلى لكل طائفة في كل حالة. الأعمال المطلوب الترخيص بها بناء، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم، هدم، تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة. لغاية دلوقتي تقريبا مفيش حاجة غير الجزء الأول، علشان لو حضراتكم عايزين تسجلوا بس موضوع الكنيسة محاطة بسور. نيجي للمادة الثانية. المادة الثانية نكمل معلش علشان خاطر مشاهدينا يبقوا واخدين بالهم من كل القانون على بعضه، وبعد كده هنشوف إيه اللي هيحصل. المادة 2 يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني. هنا برضو الموضوع ما فيهوش تحديد، يجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعات معمودية ومنارة. نيجي للمادة نمرة 3، شهادة المحافظ المختص. الممثل القانوني للطائفة هيتقدم إلى المحافظ بطلب الحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها. هنا برضو عدم وجود مانع، هنا كلمة عدم وجود مانع هل هتخلينا برضو نروح لقصة إنه في أمور أمنية إنك أنت مش هينفع؟ ما هي برضو كلمة عدم وجود مانع، أنا بقول لحضراتكم بس على النقط اللي هي عليها جدل. يبقى عدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال مطلوب الترخيص بها على الجهة الإدارية مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، يجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة. برضو إيه اللازمة؟ لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة، موقعها وحدودها وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. هنا برضو البعض بيقول إنك أنت عندك في كلمات مطاطة، أنا بقف عند بعض الأمور عشان هديها نتناقش فيها بالتفصيل. وفي جميع الأحوال لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها. فبرضو أنت مستندات مشار إليها إزاي؟ إذا كنت بتقول مستندات لازمة يبقى أنا عندي ناس هنا المختص بشؤون الإسكان، عندي ناس هتدخل في الموضوع ممكن إن هي تعيق الأمر، يعني من الممكن. أنا بقول لحضراتكم دي نقطة تانية، يبقى أنا عندي الكنيسة ليها صور، عندي المادة 3 دي فيها كلام كتير هنقف عنده. الهدم وإعادة البناء دي مادة 4، يجوز للممثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها. نيجي للمادة رقم 5 اللي هي فحص الطلب. هنا حددوا لنا المحافظ المختص هيقوم بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 بعد التنسيق مع الجهات المعنية. هنا المدة تحددت لا تجاوز 4 أشهر، ودي برضو من الحاجات اللي كان سعيد بيها نيافة الأنبابولة، قال لك احنا عندنا مدة هي، واختار مقدم الطلب بكتاب مسجل موسى عليه بعلم وصول بنتيجة فحص طلبه. في حال الرفض ممكن يكون الرفض مسببا، لكن برضو ما تذكرش في القانون لو في حالة الرفض هنروح لفين. دي نقطة في مادة 5. نيجي بعد كده المادة 6، الترخيص بعمل البناء الخاصة بالكنيسة. يكون القيام بأي من الأعمال الصادر بشأنها الشهادة المشار إليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. تعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات لازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية. فاضل لنا مادتين، عدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة دي مادة 7، ودي ما اعتقدش ان فيها حاجة، لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها يقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك. توفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص دي مادة مهمة جدا وبرضو فيها كلام. يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر للأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب. هنا بقى قال لك إيه؟ المباني اللي هي بتقام فيها الشعائر بالفعل وقت القانون العمل بهذا القانون. طب احنا عندنا مباني كتيرة مقفولة،
كده قانون المباني المقفولة هتفضل مقفولة. قلت لحضراتكم النقاط اللي عليها خلاف عشان نبدأ في هذا الأمر، ولماذا توقف البعض عند هذه البنود وهذه المواد والآراء تعددت معانا ومع حضراتكم. نبدأ بأول رأي معانا النهاردة وهو رأي الأستاذ لطيف شاكر الكاتب والباحث التاريخي المعروف. أستاذ لطيف برحب بحضرتك معانا. أهلا بسعادتك، أهلا أهلا بحضرتك. بيكي، معلش أنا عارفة حضرتك انتظرت بس إن عشان نطلع المشاهدين على كل المواد بحيث إنهم يبقوا فاهمين إحنا بنتكلم في إيه. حضرتك اطلعت جيدا على هذه المواد الثمانية تمام. وبالتأكيد كان لك ملاحظات، نحب نسجل الملاحظات دي مع حضرتك. أنا بداية أنا بسمي المشروع ده الشروط الثمانية، الشروط الثمانية لعدم بناء الكنائس. لعدم، طيب طبعا انا عايزه معلش هقول لحضرتك، طيب عشان برضو المشاهدين احنا قاعدين نتكلم عن العهده العمريه، عفوا الخط الهمايوني انا اسفه، وبعد كده اتكلمنا عن الشروط العشره اللي قبل كده بتاعه العزبي. لو حضرتك برضو طبعا تدينا نبذه عن تاريخ الموضوع ده، يعني ايه هو الخط الهمايوني وكان امتى؟ طيب اسمعيني الاول، انا عايز يعني اقول كده كده مقدمه مهمه جدا. اتفضل. قبل ان نتكلم عن قانون بناء الكنائس المعيب، أنا عايز أسأل، مصر دولة مدنية أم دولة دينية؟ المفترض، المفترض إن إحنا دولة مدنية دلوقتي. طيب، هل هوية مصر مصرية أم إسلامية؟ هل مصر ثقافتها مصرية أم ثقافتها الآن بدوية؟ من الذي يقبض على زمام الأمور في مصر؟ الرئيس الذي اخترناه أم الأزهر والسلفيين والإسلاميين؟ أسئلة مهمة. مثلا اليوم تم إطلاق المتهمين في حرق بيوت الأقباط في كوم اللوفي وإضطرار الأقباط إلى الهروب من القرية خوفا من تعدي المتهمين عليه مرة ثانية وحرق البيوت الباقي، ولا حياة من تنادي والدولة في غفلة أو عن قصد، ومن آمن العقاب أساء الأدب ويقر الإرهاب لأنه لن يحاسب. نعم. اليوم أيضا تم الإعتداء على ثلاث قصوص بالضرب في الإسماعيلية ومنعهم من أداء الشعائر الدينية بقفل الكنيسة. يبقى بنتكلم عن قانون كنائس إيه؟ ما الوضع زي ما أنت شايفة وضع مشين جدا جدا، وهذا القانون زي ما سميته أنا الثمان شروط ده يعوق البناء، يعوق البناء. وأنا هقول ليه بيعوق البناء. الكلام اللي قاله الأخ الأستاذ المسلم الوطني العظيم محمود العليل، يعني مش هقدر أزود عليه حاجة لأنه أنا قريته قلت أزود عليه. أنا إحنا هنروح أنا أس إحنا هنروح أستاذ، يعني هدي لحضرتك الفرصة برضو إن إحنا طبعا نشيد بكل يعني التعليقات اللي أتت من كثير من المثقفين اللي شايفين إنه في أمور كتيرة من ضمن الناس اللي شايفة برضو شايفة طبعا إن إحنا برضو كان المناداة لقانون دور بعبادة موحد مش الفصل ما بين الكنائس والمساجد، ولأن ده في حد ذاته تمييز. لكن أنا عايزة بس عشان نعرف مشاهدينا التاريخ، أنا عارفة إن البعض عارف طيب الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، بس انا عايزه استفيد من وجود حضرتك تاريخيا بانه الناس تفهم الخط الهمايوني ده كان ايه وايه هي الشروط العشره، يعني ايه برضو الشروط العشره دي، مين اللي حطها وليه؟ يعني ده ايام الحكم العثماني. نعم، ايام الحكم العثماني. ولخصت انا في البنود التاليه، سبع بنود: اعتماد كافه الحقوق التي نصت عليها قوانين سابقه خاصة بالمسيحيين وأمها حكم أنفسهم في سائر الأحوال الشخصية لارتباطها بالعقيدة الدينية. اثنين: تشكيل مجالس محلية مكونة من رجال الدين وعلمانيين لإدارة المصالح الملية المختصة بحماية المسيحيين. نعم. ثلاثة مهمة جدا، ثلاثة دي: طلب بناء الكنائس يقدم من الآب البطريرك للباب العالي وتصدر رخصة ببنائها. ده ملفش ودار، نروح بقى الأمن، نروح مش عارف إدارة إيه، جهة إيه، لا دي مباشرة من البابا إلى الباب العالي على طول. وعلى فكرة ده أيام الدولة العثمانية، أيام ده وصدر كل الكنائس اللي هو طلبها البابا. لا يمنع أحد من إجراء فرائض ديانته ويلقي من جراء ذلك أجورا أو أذية، ولا يجوز لأحد على ترك دينه
وتؤخذ التدابير اللازمة القوية لأجل تأمين أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حرية. المساواة في الوظائف بين المسيحيين والمسلمين، الخدمة العسكرية واجبة على كل مسيحي زي المسلم، تزال كليا، دي نقطة مهمة، من المحررات الديوانية جميع التعبيرات والألفاظ والتمييزات التي تضمن الإساءة إلى فئة من الناس بسبب المذهب أو اللسان أو الجنسية، وأن قانون استعمال كل نوع تعريف وتوصيف يوجب العار أو يمس الناموس، سواء كان ذلك بين أفراد الناس أو من طرف رجال إداريين. وبهذا في هذا المجال نشير أن الخطاب الخط الهميوني كان أفضل الشروط والعقود والقوانين التي تتكلم عن الكنائس. لا بس اللي هيقول لحضرتك، يعني انا شايفه ان راي حضرتك الشروط الخط الهميوني احنا كنا الكل بيعاني منه برضو، يعني امال كان ليه الطلب بقانون موحد؟ لانه كان في اعاقات، يعني بالرغم من وجود هذا الخط الهميوني اللي تم العمل بيه لفتره طويله الى ان اتى العزبي باشا واصدر الشروط العشره اللي كانت معوقات اكتر، كان يعني كان برضو هناك شكوى من الخط الهميوني. لكن انا فاهمه حضرتك بتحاول بس في بعض الامور اللي كانت عجباك، يعني مش كل الأمور، ولكن بعض النقاط في الخط الهميوني أنت شايفها أفضل من ما سميته الآن الشروط الثمانية. دكتورة تمام. ما فيش حاجة 100% بالضبط بالضبط. تمام. لازم نعرف كده هو. يعني طيب. ما فيش حاجة كاملة، لكن في التعقيدات أقل بكثير. طبعا احنا هنا الشروط موافقات كثيرة. الشروط العشرة دي اللي كانت تعجيزية جدا. تحبي تسمعوها؟ ممكن، يعني علشان برضو هنا الكلام اللي متقال برضو انه من الواضح انه في الفترة اللي فاتت دي كان العمل بالشروط العشرة مش بالخط الهميوني. احنا نقدر نقول لغاية دلوقتي ما الذي كان يطبق في بناء الكنائس؟ الشروط العشرة مش كده ولا ايه؟ تمام. اللي هو عملها العزب باشر سنة 1934. نعم. ودي على فكرة كتبها الازهر وحولها للعزب عشان يصدر القانون. تمام. اسف الشروط. ودي ما ارتقتش الى مستوى القانون ولا دخلت مجلس الشعب وقتها لتكون ماده دستوريه، وما اخذش بيها العصر الملكي ولا عبد الناصر. تمام. لكن اللي خد بيها السادات الرئيس المؤمن، لانه كان بيدعبس ازاي ينافس الاقباط او ازاي يكره الاقباط على الديانه بتاعتهم، أو يحاول بقدر الإمكان إن هو تكون الدولة إسلامية. أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية. طيب الشروط قدامنا اللي حضرتك كنت بعته، الشروط العشرة برضو علشان الناس تبقى فاهمة ليه هنا احنا بنعتبر إنه هنا دول أفضل، يعني هنا الشروط العشرة بالتأكيد كانت صعبة جدا. شروط مضحكة ومبكية. هذه الأرض المرغوب بناء الكنيسة عليها هي من أرض الفضاء أو الزراعة، وهل هي مملوكة للطالب أم لا؟ مع بحث الملكية، مع أنها ثابتة ثبوتا كافيا وترفق أيضا مستندات الملكية. ما هي مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية؟ ده بيؤسس لعملية الطائفة الفاتنية. اللي هو أنك أنت لازم قد إيه أن إحنا الكنيسة تبقى بعيدة عن الجامع أو الضريح. فدي كانت برضو نقطة الحقيقة، يعني لم يعني خلاص تلاشت هذه النقطة ومش موجودة دلوقتي، وده برضو من الحاجات اللي بنقول عليها كويسة. احنا برضو هنطرح الإيجابيات والسلبيات، وزي ما حضرتك ذكرت من شوية ما فيش حاجة 100%. نكمل مادة ثلاثة أو نقطة الشرط ثلاثة. النقطة المذكورة من أرض الفضاء، هل هي وسط أماكن المسلمين أو المسيحيين؟ أربعة، إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها؟ هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف المطلوب بنائها؟ يعني كل بلدة كنيسة واحدة. إن لم يكن بها كنائس في فما مقدار المسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟ نعم. سبعة، ما هو عدد أفراد الطائفة؟ أفراد الطائفة المذكورة
الموجودين بهذه البلد، ربنا عدهم. تمام. إذا تبين أن المكان المراد بناء الكنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرأي، فتأخذ رأي تفتيش الرأي، وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكة الحديد وبنيها فيأخذ رأي المصلحة المختصة. يعني إيه كان باين إن هو عايز إيه؟ يعني روح لاطلع الدور الثاني والدور الثالث وانزل الدور، يعني من الواضح إن ده اللي كان بيحصل، اللي هو إيه، تروح بقى تلف على كذا مصلحة علشان تخلص تصريح وما بيخلصش. نمرة تسعة، يحرر محضر رسمي عن هذه التحريات ويبين فيها ما يجاور النقطة المراد إنشاء الكنيسة عليها من المحلات السارية. كم المحلات؟ نعم، عليها لائحة السارية، عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل، ويبعث به إلى الوزارة. عشرة، يجب على الطالب أن يقدم مطلبه رسما عمليا بمقاس 1 في 1000 يوقع عليه من رئيس الدين للطائفة ومن المهندس له خبرة على الموقع، مش عارفين. طيب. 10 بنود المعوقة. طبعا احنا شفنا المعوقة بشكل كبير جدا، واللي ادت لكثير من المشاكل الفترة اللي فاتت، لدرجة انه كان نظرا لعدم تسهيل، انه كانت الناس بتعمل بتروح وتحاول تقيم بيوت وتبقى كنائس، وخصوصا في القرى، لانه كانوا عجزوا ان هم ياخدوا تصاريح، وده اللي كان بيلجأوا له. وبعد كده تلاقي طبعا الهجوم على المكان ويقول لك اصل مش واخد ترخيص. طب ما انت مش راضي تديني ترخيص. امال ايه الشروط العمرية؟ الشروط العمرية ما نتدهلك. اللي هي يعني هنا كانت الشروط العمرية ليها علاقة بالخط الهمايوني ولا لا؟ انا بسأل حضرتك عن يعني لان دي شروط الشروط العمرية. بصي، دي اول ما العرب احتلوا مصر، عمر بن الخطاب مشكورا عمل شروط يمشوا عليها الاباط، خاصة الكنائس. هي شروط عجيبة الشكل. ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليالي يطعمونهم. لا يظهروا صليبا ولا شيء من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، لا يجاولوا المسلمين بموتاهم، لا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا، لا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضور المسلمين، لا يخرجوا شعانين، لا يرفعوا أصواتهم على موتاهم، لا يظهروا الشموع معهم، لا يركبوا سروجا، ولا يتقلطوا سيفا، ولا يبيعوا الخمور، ولا يجزوا مقام رؤوسهم، ولا يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم. يعني شيء له العجب. أنا شايفة إن الشروط دي هي اللي كانت بتهيألي مطبقة في الفترة اللي احنا حصل فيها كل الأزمات اللي حصلت. أعتقد إن هي دي ساعة المريناب وغيره وغيره، بتهيألي إن هي دي الشروط اللي كانوا الشروط دي نفذوها بالظبط. كل الاحتلالات، الاحتلال الأموي، الاحتلال العباسي، الاحتلال الأخشيدي، الطولاني، الفاطمي، الأيوبيين، المماليك، حتى العثمانيين. ده في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان حرقوا 155 كنيسة في مصر، اللي هم بيقولوا ان الكنائس ما تبنش الا في عهد في العصر الاسلامي. تمام. في عهد المماليك حرقوا 30,000 كنيسة في مصر والشام. في عهد الحاكم بأمر الله حرقوا الكنائس، قفلوا الكنائس ودمروا كنيسة القيامة. يعني شوفي الخط، الهدم والتدمير للكنائس. طب الكنائس بتقول ايه؟ انا يمكن هتقولي سؤال زي دوت، هل الكنائس يعني بتحس على الكراهية او التحريض او اي حاجة؟ ما اعرفش
إذا كنت هتقول السؤال ده أنا مستعد للإجابة ليه. تمام. لا يعني احنا انا بس حبيت دي كده نبذه تاريخيه عن ماذا كان الوضع وايه اللي خلانا هنا كنا بننادي بقانون لبناء الكنائس، ولكن كانت المناداه انه يكون مش قانون بناء كنائس، قانون موحد لدور العباده، ان ما يطبق طبعا. على المساجد يطبق طبعا. على الكنائس، واذا كنا احنا بنتحدث عن ثورتين فيبقى بالتاكيد انه لازم يكون هناك فرق، ولكن فوجئنا طبعا للاسف الشديد بانه تم الرفض لانه يكون قانون موحد والازهر رفض واعتبروا انه انتوا اللي عايزين قانون لبناء الكنائس يبقى هو ده اللي يتحط ووضعت ماده في الدستور الحقيقه، والدستور ده برضو اللي كان يعني احنا مش هنرجع بقى مش هنصلح ده، وكان برضو الاعتراض لازم كان يكون من وقت الدستور ان ليه يبقى في ماده في الدستور موجوده يعني بتتكلم عن بناء كنائس بس، فانت النهارده لما نيجي نقول انه يا جماعه دي حاجه فيها تمييز يقول لك الله ما هي ماده في الدستور، طب ماشي طب ارجع لي بقى للمواد الثانيه اللي في الدستور اللي برضو بتقول لك ما ينفعش يبقى في تمييز، انت بكونك بتحط قانون لبناء كنائس بس لطائفه معينه بس للمسيحيين فقط، ده في حد ذاته تمييز. يعني ده سامحيني في حد ذاته تمييز يعني استاذ عفوا، لطيف. الكلمات الطائفه دي الطائفه دي نعم. بيكرروها كتير، نعم. احنا لسنا طائفه، احنا شعب مصر الاقباط. طيب احنا احنا شعب مصر الاقباط، واذا كان في وقت يعني تديني فرصه عشان اقول الاقباط هم مين؟ انا احنا هم بس اصل مصر، علشان لكن يعني ده احنا ممكن اتفضل. أنا عايزة بس نركز على القانون، ومعانا دلوقتي انضم إلينا الأستاذ عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري المحامي بالنقد، لأن أنا علمت إنه اطلع بشكل كبير جدا على هذه المواد في جلسة جمعت أيضا أعضاء من المجلس من يا النواب والأحزاب مختلفة. أستاذ أنا عصام سمعتها. برحب بحضرتك معانا. أستاذ عصام؟ أيوه أهلا اتفضلي. بحضرتك، سعداء بوجود حضرتك معانا أيوه النهارده. أهلا بيك يا ستي. طيب انا عرفت طبعا من خلال الجلسه وان حضرتك اطلعت على هذا هذه المواد مواد قانون بناء الكنائس، واحب اعرف ملاحظات حضرتك من الناحيه القانونيه بالتاكيد. أنا من البداية من حيث المبدأ ضد أن يكون هناك قانون نعم خاص ببناء المساجد والكنائس خاص بالإخوة المسيحيين. صحيح. إنما أنا أرى أنه كان ينبغي أن يكون هناك قانون لبناء دور المعابد موحد للمسلمين للمصريين بشكل عام، مسلم أو مسيحي أو حتى يهودي. صحيح. لأنه التخصيص قانون للإخوة المسيحيين في تمييز وفي قسمة لهذا المجتمع بين مسلم ومسيحي، وهذه مسألة مرفوضة شكلا وموضوعا. مش معنى أن الدستور حث المشرع على أن ينظم هذا الأمر، لأنه الإخوة المسيحيين متعرضين إلى ظلم شديد منذ إعمال وتنظيم الخط الهمايوني، واللي ترتب عليه حرمانهم من بناء كنائسهم أو ترميمها أو إصلاحها، صحيح. لأنه دي حالة الحقيقة حالة مزرية لا أحد يقبلها. ولكن أن يوضع قانون لدور العبادة خاص بهم، أنا أعتقد ده فيه مخالفة دستورية، لأنه على الأقل بيفرق المجتمع وبيقسمه إلى مسلم ومسيحي، وهذا ضد فكرة المواطنة، ضد فكرة المساواة، ضد فكرة تكافؤ الفرص دون تمييز، يعني ضد وحدة الوطن وسيادة الشعب كوحدة واحدة، ضد نعم. الوحدة الوطنية. وبالتالي أنا مش مع إطلاقا يبقى فيه قانون لكل فئة، أنا مع أن يبقى دور العبادة قاعدة عامة مجردة صحيح. تطبق على كل الأديان بلا تحيز وبلا تعصب. طب ما الذي يجب فعله دلوقتي؟ يعني حضرتك وكثيرين الحقيقه استاذ عصام والواحد متعجب، يعني هي الحكومه مش فاهمه ده؟ يعني هي الحكومه والمستشار العجاتي من شارك في وضع هذه المواد مش فاهمين ان هو في حد ذاته كونه يكون قانون لبناء الكنائس فقط ان ده تمييز؟ هم ممثلي، طب هو ممثلي الكنائس الثلاثة وافقوا ليه على هذا الوضع؟ اللي بيتقال ان احنا طموحاتنا، يعني ده حتى سمعته من نيافه الانبابول، انا كان نفسي يكون معانا، قال لك احنا طموحاتنا سقفها عالي جدا ولكن هذا هو المتاح الان، مفيش في ايدينا حاجه. لا مفيش حاجة اسمها هذا هو المتاح، في حاجة اسمها في دستور نعم توافقنا عليه، وهذا الدستور أكد وحدة الوطن وأكد على إنه لا إنه في مواطنة وإن في مساواة وفي تكافؤ فرص ومفيش تمييز. وبالتالي إن لم نتمسك بالدستور وما جاء فيه يبقى هنبدأ نفرط ونعود إلى الوضع القديم، وهو الانتهاك الحقوق الدستورية والحريات والحقوق العامة.
طب نظرا لعدم وجود حد من الكنيسة من الكنيسة دلوقتي، هيقول لحضرتك احنا انتظرنا كثيرا ولكن ما لقيناش امل، وانه للاسف تم رفض هذا القانون ده بصورة يعني واضحة، انه الازهر رفض انه يكون في قانون موحد لدور العباد. فايه الحل والله اللي في ايد الأزهر يقبل أو يرفض دي مسألة تخصه، لكن في حاجة اسمها دستور هو الحاكم لكل هذه الأمور. طيب الدستور هنا زي ما حضرتك ذكرت المادة اللي هي مش عارفة 135 او 235، المادة اللي هو كان حضرتك شايفها ان ده بيحس المشرع فقط، ولكنها برضو لما بنيجي نقول بيطلب من المشرع عشان يعالج هذا الوضع، بس مش معالجة هذا الوضع إنه يكرس ويجسد التجزئة الوطن، ما هو إنما إنه يبقى في قانون موحد لكل دور العباد. ايوه استاذ عصام، لما احنا اتكلمنا قال لك يا اسمع جماعه بقى، انتوا ازاي بتقولوا انه ده غير دستوري، اذا كان في ماده في الدستور اهي بتقول ان انت البرلمان هيناقش عشان يضع قانون بناء الكنائس في فتره مش عارف ايه ايه. ف ايوه يا ستي، ايوه طيب ما هو عشان كده ينظم، بيقولوا لنا ان لا ينظم انتوا غلطانين، قواعد هم بيقولوا لنا انتوا عشان غلطانين. ينظم، لا 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 لا، ده عشان ينظم حاله مترديه، حاله غير مقبوله في المجتمع. فممكن قوي، طب ما كان يقدر يعمل قانون وبناء موحد، ايه المشكله؟ ايه المشكله اللي في ده؟ يعني القواعد اللي تحكم بناء جامع هي ذات القواعد التي تحكم بناء كنيسه، ايه المشكله اللي في دي؟ طب احنا هذا له خلينا دين وهذا له دين. يعني انا شايفه ان وضع الكنائس لو حتى سالناهم ده اللي هيردوا عليه دكتور عصام، ان هو الحكايه دلوقتي ان احنا عايزين قانون بقى، ان احنا حرام ان احنا لينا كل هذا يا ستي الوقت. طيب ماشي، ما يعد إذن يعد قانون لدور عبادة موحد يخص كل المسلمين والمسيحيين. طب ما هو قال لك احنا عايزين، بس ما هو الحكومه حتى، طب الحكومه هنا لو الحكومه مش عامله ما يعني الحكومة إذا لم تلتزم، الحكومة إذا لم تلتزم بالدستور تبقى حكومة فاقدة شرعيتها. طب ايه الحل بقى دلوقتي؟ يعني لو احنا فعلا دلوقتي احنا الإصرار بنناقش على المواد، وجود قانون موحد لبناء دور العبادة. ايه الآليات اللي نقوم بيها يا دكتور عصام؟ حاجات كتيرة جدا، يتقدم مشروع مقابل لهذا المشروع، يتعامل مقابلات مع مجلس، مع النواب، يطالبوا مجلس النواب بأنه يتبنى هذا. وعلى فكرة اللي مقدم المشروع مش البرلمان، كان يتعين البرلمان، لأن ده إلزام من الدستور على البرلمان إن هو اللي يقدم المشروع، فالبرلمان تخاذل وخلى الحكومة هي اللي تقدم المشروع، فبيتبني على اعتبارات أمنية وليس على اعتبارات مساواة مواطنة أو مساواة. وتكافؤ صحيح فرص. صحيح. للأسف دائما لما بيتخلى البرلمان عن دوره التشريعي ويدير الحكومة، الحكومة بتبنيها على اعتبارات أمنية، ما بتبصش لحاجات تانية. تمام. طيب دكتور عصام، يعني حضرتك اللي انا فهمته ان حضرتك كان في جلسه وكان فيها ناديه هنري وكان فيها عماد جاد ممثلين من البرلمان الحالي، كان في البعض من مجلس الشعب السابق، كان في بعض من الاحزاب، واللي فهمته بعد كده انه المصريين الاحرار اعلن ان في مشروع مسوده قانون اخرى هيتم تقديمها للبرلمان، وان كان في مسبقا مشروع من الوفد. الوضع هنا ايه؟ يعني من خلال الجلسه اللي حضرتك جلستوها دي، هل انا وصلتوا؟ انا انا نعم. انا حضرت الجلسه اللي حضرتك بتقولي عليها، وقلت نفس الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي بحرفيا قلته. حلو قوي. كان موجود الدكتور كمال زاخر وبعض الضيوف، كان الدكتور عبد الله النجار موجود بس كان يتكلم مستأذن، انا تمام. اتكلمت بعد هو ما مشي لان هو كان ورايا ارتباط، وانا ايضا كان ورايا ارتباط، قلت كلمتي واستمعت لبعض التعليقات، ولكن ما عرفتش هم انتهوا لايه. يعني المفترض انه يكون اتحط يعني ترتيب او اليات معينه المجموعه دي هيقوموا بيها، واللي انا سامعاه برضو ان نيافه الانبا بوله هيتقابل مع اعضاء البرلمان. بس اللي انا شايفاه الحقيقه من الكنايس انه ده اللي انا حاسه بيه دكتور عصام، ان الكنايس عايزه قانون، فعشان كده موافقين وعايزين الموضوع ده يخلص يا وعايزين ستي القانون وماله يصدر. بس وماله، لو ما احنا صدر كلنا عايزين قانون، نعم وحد ضد ان يبقى فيه قانون، انما القانون مبني على اسس صحيحه وسليمه. هل ممكن يطعن على دستورياته بشكل قانوني؟ ممكن جدا، ممكن مين جدا. المنوط بيه انه يطعن؟ يعني لو احنا الكنائس اتقال اي ان هم مواطن مصري، اي اي مواطن مواطن مسلم من مصر. كان او مسيحيا، من نعم حقه يطعن عليه. نعم نعم لان انا شايفه يعني راي حضرتك، راي دكتور منير يعني مجاهد، راي انا طلب الكثيرين. مني انا طلب طلب مني صديق جورج اسحاق ان اذا صدر هذا القانون بهذا الشكل ان احنا نطعن عليه، وفعلا اذا تمام صدر انا هطعن عليه. هايل.
طيب ما ده كده خطوة كويسة جدا. امال احنا دلوقتي يعني احنا بنحاول نناقش المواد ونناقش الدنيا دي كلها، وانه يبقى فيها يتعرض على البرلمان، بس احنا بنتكلم عن شق دستوري مهم جدا، يعني اللي المفروض ان هو ده اللي لابد ان يتعمل حجز صحيح وتعبئه يعني. للنواب عشان يقولوا هذا الكلام في البرلمان اثناء مناقشه القانون. تمام، طيب يعني احنا بنعول بقى على الاعضاء. واللي انا شايفاه الحقيقه ده يا دكتور عصام، ان انا لما تتكلم مع اي حد، يا جماعه انتوا راضيين على انه يبقى في تمييز؟ يا جماعه انتوا يعني اي حد من الاعضاء، كتير من اعضاء البرلمان، كتير من المحامين والمثقفين والفقهاء زي حضرتك، كله بيجمع ويقول لك احنا مش عايزين قانون يبقى فيه تمييز، احنا عايزين قانون موحد لدور العباده. لانه المشروع المقدم مقدم من الحكومه وليس من البرلمان. إذن هنا زي ما حضرتك ذكرت، إنه كيف على الحكومة أن تقوم بأمر غير دستوري وهي حكومة المفروض إنها تفهم الدستور جيدا. بالضبط. تمام. أنا بشكرك الحقيقة دكتور عصام، وإحنا بالتأكيد شكرا. إحنا عفو بضم عفو. صوتنا لصوت جورج إسحاق، إنه لو حدث وتم إصدار هذا القانون يجب الطعن على دستوريته، لأن إحنا عايزين كده، عايزين قانون يكون موحد لأنه المصريين كلهم سواء، تمام. وده بناء على مواد الدستور طبعا. وعدم التمييز. طبعا. بشكرك شكرا جزيلا طبعا. لهذا الرأي عفوا. الدستوري القانوني. بشكرك الفقيه الدستوري الدكتور عصام شكرا الإسلامبولي سيدي. ومحامي بالنقد. طيب أستاذ لطيف، حضرتك استمعت. أستاذ لطيف ما زلت معانا؟ طيب يعني ما احنا سمعتش الدكتور عصام خالص. نعم؟ ما سمعتش الدكتور عصام خالص. اوه احنا اسفين. طيب معلش يعني هنحاول لو حضرتك يعني هو باختصار يا استاذ لطيف، الكلام اللي الكل بيقوله واللي احنا بدانا بيه الكلام مع حضرتك واللي احنا بنتحدث عنه من ساعه ما بدانا الكلام على موضوع قانون، فانه هذا غير دستوري، وانه لو تمام. تم اصدار هذا القانون بهذا الشكل سيتم الطعن على دستوريته، وكيف للحكومه ان توافق او ان تصدر مثل هذه المواد ومثل هذا القانون بهذه التسميه، ان ده في حد ذاته الحكومه كده ازاي بتشتغل بشكل غير دستوري باختصار. طيب تمام. أنا عايز أقول إن هذا القانون يصلح لفئة أو طائفة أو ناس نازحين، مجموعة من الناس الغرب اللي جم مصر يعملون القانون ده، لكن شعب أصيل امبوسيبل نعم إن يتعمل هذا القانون امبوسيبل. وأنا بقول مش دولة مش بتتوت يعملوا قانون للكنائس ولا قانون حتى دار العبادة، لا ما عملوش قانون خاص. نعم. كفاية تكون مصر دولة قانونية والمواطنين متساويين، بس كفاية. نعم. وما يذكروش أي شروط أو أي قوانين للكنائس أو للجوامع، ده شيء طبيعي. دايما بتبني بيت، زي بتبني ملاهي، زي بتبني خمارة، زي بالظبط. بتبني أي حاجة، يعني احنا في لكن انتظار إيه؟ ان ينضم الينا الحقيقه الدكتور يعني منير مجاهد، لانه الحقيقه اطلعني او بعت لي مفاجاه بيقول لي ان نهى الزيني كانت مقدمه لقانون بناء العباده، بناء العباده الموحد، وكانت عامله مقترحات على نفس قانون البناء. ما احنا بنتكلم عن بنى، واحنا بنتكلم عن ايه؟ هو انا النهارده ليه عايز تفرق البنى ده ما بين انه مسجد او كنيسه او مبنى بيتبني؟ انت بتبني مبنى، ده مبنى لإقامة شعائر دينية مسموح للمسيحيين على حسب الدستور وعلى حسب حرية المعتقد وعلى حسب حرية ممارسة العقيدة بأنه يكون لهم مباني تقام فيها الصلاة. فالحقيقة أنا تلاقيت كده يعني، فقلت الله، طب يا جماعة في إيه؟ يعني إحنا عندنا ناس خبرة، عندنا ناس كتير، عندنا طرحوا أطروحات، والأطروحة حتى اللي كانت طرحاها أطروحة ممتازة. طب إحنا بنتكلم ليه؟ إحنا ليه عايزين ناخد كل هذا الوقت في الجدل؟ وليه نعمل الجدل ده مع إن الموضوع أبسط ما يكون؟ امشي على الدستور، امنع التمييز، اعمل قانون موحد لدور العبادة بناء على قانون البناء المعمول به، هتحل المشكلة. بالظبط. يعني أنا شايفة تمام. هي كده ببساطة، يعني أنا ممكن أخلص الحلقة دي ونخلص كل الجدل ده على الكلمتين دول، الإعاقة ليه بقى؟ طيب أنا عايز أسمعك، إذا كان الدكتور معانا أهلا وسهلا، ما كانش أرالك المادة الدستورية بتتكلم في الموضوع ده إزاي؟ اتفضل. ومادة حقوق الإنسان اللي هي مواد المناعة للتمييز. آه. المواد اللي ضد التمييز، اتفضل يا أستاذ لطيف. مادة 53، المواطنون لدى القانون سواء. نعم. هم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة
او اي او مستوك او اي حاجه. التمييز والحط على الكراهيه جريمه يعاقب عليها القانون. التمييز والحط على الكراهيه جريمه يعاقب عليها القانون. تلتزم الدوله باتخاذ التدابير اللازمه للقضاء على كافه اشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضيه مستقله لهذا الغرض. حقوق الانسان، الماده 18 من العهد الدولي الخاص بحقوق المدنيه والسياسيه، حريه الفكر والوجدان والدين والمعتقد، حريه الفرد في استناد اي دين او معتقد يختاره، الحق في اظهار الدين، الحق في اظهار الدين او المعتقد عن طريق التعبد واقامه الشعائر والممارسه والتعليم بمفرده او مع جماعه وامام الملأ، الحق في عدم الاعتراض لإكراه، عدم التعرض لإكراه من شأنه أن يخل بحرية الفرد في اعتناق دين أو معتقد أو بناء معبد له. حق الدولة في تنظيم أو فرض قيود على حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته مرهون بما قد يفرض القانون من حدود، ولا أن تكون تلك الحدود ضرورية لحماية الأمن العام والنظام العام والصحة العامة والأخلاق وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه يا أستاذ لطيف، بأنك أنت هناك مواد دستورية متعددة بتؤكد على عدم التمييز، فكيف يكون مثل هذا القانون؟ احنا انضم إلينا الحقيقة مع حضرتك الآن الدكتور منير مجاهد. دكتور منير مجاهد مؤسس جمعية مصريون ضد التمييز، برحب بحضرتك دكتور منير. دكتور منير أهلا بيك معانا. حضرتك معانا؟ طيب نحاول، يمكن مش سامعني. طيب دكتور منير، طيب هنحاول معلش. طبعا نفس الكلام، احنا هنا كلنا بنتكلم على ارضيه دلوقتي، هي دي الارضيه الصلبه، ان احنا مع عدم التمييز، مع انه يكون عندنا قانون موحد لدور العباده، لانه بناء على المواد الموجوده في قانون البناء، يعني احنا ما هياش اختراع ذره، يعني ما هواش حاجه مش عارفه، يعني ده وده اللي معمول بيه في كل مكان على فكره. ما فيش حاجه اسمها مثلا قانون لبناء لو احنا في اي مكان آخر، ما فيش حاجة اسمها قانون لبناء مثلا مساجد لوحده في حتة تانية في العالم. هو القوانين اللي المنشآت كلها بتسري على كل المنشآت. انضم إلينا معنا الدكتور منير. دكتور منير، طيب واضح، معلش احنا اسفين مشاهدينا. يعني ففي النهايه ده اللي احنا بنتحدث عنه، ان انا عندي دلوقتي ارضيه صلبه بتحدث عنها في هذا الامر. يعني كون ان احنا، انا زي ما بقول لحضراتكم، كان نفسي جدا جدا يكون معانا الانبا بولا. احنا هنتواصل مع يعني ممثلين للكنيستين الانجيليه والكنيسه الكاثوليكيه، هنحاول نغطي نلم الموضوع، بس انا ده احساسي، يعني ده احساسي انه لو انت سألت، يعني ممكن نحاول نبتدي نتواصل مع ممثلين عن الكنائس، انك لو اتكلمت معاهم الكنائس هنا عايزه تحل مشاكل، عايزه تاخد تعمل تراخيص، مش عايزه الوقت يتاخر اكتر من كده. يعني مكرم محمد احمد اللي هو النقيب السابق للصحفيين كان بيقول يا جماعه مش هقول 10 سنين واحنا بنتكلم في قانون، في ايه؟ احنا الكلام ده كله ليه قانون ياخد كل هذا الوقت؟ ليه احنا قاعدين نتحدث كل هذا الزمن وكل هذه الايام والسنين على ان احنا نطلع قانون؟ ايه مشكلتكم؟ والقانون والمشاكل اللي احنا بتحصل كل شويه، والحقوا، وزي ما قال الاستاذ لطيف ان احنا كل المشاكل اللي حصلت في المنيا الفتره اللي فاتت دي كلها كان ايه سببها؟ ما هو كان سببها هذا الامر، ان انت ما عندك اماكن، الناس عايزه، يعني الناس ما عندهاش مثلا قاعه عايزه تعمل قاعه، ما عندهاش اماكن. طب ليه؟ ما انت حارمهم ليه من ده؟ حارمهم ليه من حق ان يكون عندهم مبنى يقيموا فيه شعائرهم الدينيه وما يختص بهذه الشعائر من استقبال عزاء، من افراح، من يعني ترفيه للأطفال، من اجتماعات. ايه مشكلتك؟ ايه اللي بيضايقك في ده؟ وكل شوية ونلاقي الهجوم وهنولع في الكنيسة زي ما فاكرين في العمرية في قرية البيضة، واللي طلعوا بالطوب بهذا الشكل الفظيع في قرية الخرسة في بني سويف في تبع الفاشن، وفي الآخر طبعا احنا كل ده بيتم الإفراج عنه، واخر حاجه كان موضوع كوم اللوفي اللي تم برضو الافراج عنهم بعد ما حرقوا وعملوا الدنيا وما بدلهم، وما كان على
الناس من قريه قوم اللوفي غير ان هم عايزين يروحوا يعتصموا او راحوا عند الاتحاديه علشان يعلوا صوتهم. يا جماعه في ايه؟ الناس بعد ما خرجوا على طول دفعوا كفاله كل واحد 1000 جنيه وخرجوا قعدوا يهزقوا ويغيظوا ويضايقوا المسيحيين في القريه. طب ما ده الطبيعي، ما ده طبيعي طبيعي اهو، انتوا شايفين احنا خرجنا محدش هيحاسبنا، مفيش حاجه احنا ما عملنا، احنا ولا كاننا عملنا حاجه، وهلم جره بقى تحصل المشاكل دي كلها. فالكنايس النهارده لو انا حبيت اتكلم باسمهم عايزين قانون، عايزين قانون يصدر للنور، عايزين قانون عشان ياخدوا تراخيص من الكنايس، عايزين قانون عشان الكنايس اللي شغاله وملهاش تصاريح واللي بيتلموا عليها شويه المتشددين دول ويكسروا فيها بحجه ان مفيش انها مش قانونيه، وتيجي تلاقي الامن يقفلها لهم. بس عايزين نعدل في القانون ده. انا عندي كام كنيسه وكام مبنى مقفولين، فانا ممكن لغايه ما نحاول الاتصال بالاخرين. عندنا بتهيألي التقرير الخاص زميلنا بكنائس مغلقه يعني بدواعي امنيه، دي برضو مشكله كبيره جدا. القانون في مادته ده لو طلع بهذا الشكل مش هيحل لي مشكله المباني دي اللي هي عباره عن بيوت صغيره في قرى صغيره، بيت كانوا عايزين يصلوا فيه مقفول بسبب الامن، بسبب انه قال لك دواعي امنيه. طب ما هي القريه دي ايه بقى هتحلني على بال ما نبتدي ناخد تصريح علشان نعمل تاني علشان كل ده؟ يعني انا مش عارفه اقول ايه، يعني بصراحه الحكايه دي يعني صعبه جدا. ف ممكن على بال ما نعرض هذا التقرير الحقيقه. كنت عايز تتكلم في حاجه يا استاذ لطيف. استاذ لطيف، غير الموضوع بالنسبه للقوانين دعنا طبعا. انا عندي دلوقتي على فكره الكلام اللي انا يمكن قطعت حضرتك فيه محمود العلايلي، لو عايز حضرتك تستعرض ماذا قال الدكتور محمود العلايلي امين نعم اسمحي لي اقول بس اتفضل. نقطه جميله قوي عشان يسمعها كل المشاهدين وكل اخواتنا المسلمين المتشددين. الدكتور سيد القمني قال مهما بحثت لن تجد بالقران اي اشاره الى هدم او حرق بيوت يذكر فيها اسم الله، لا كنيس ولا كنيسة ولا معبدا ولا بوذيا. لكنه أوضح بلا لبس وأكد أن على المسلمين هدم مساكن الضرار وحرقها، وقد نفذ الرسول بذلك بحرقه مسجدا من مساجد المدينة على من فيه، يعني هدأ على من فيه، كانت الضرار بتاخره الفتن لبقية الناس ولتدمير المجتمع. الله إذا لم يأمر بهدم أو حرق الكنائس أبدا، ولكنه أمر بهدم وحرق المساجد، مساجد الضرار. وأظن أن أغلب المساجد تحت السلفيين والوهابيين مساجد ضرار. دي نقطة غاية الأهمية عايز يسمعها الجميع. إذا كان بيهدوا بيكرهوا الكنائس علشان تبقى للشريعة، أدي القرآن. هل القرآن أفضل عندهم ولا الكلام بتاع الشيوخ المتشددين المتعصبين الجهلاء أهم؟ أقوال نعم. القرآن مفروضة دي أقوال الله. الدكتور سيد القمني بيوضح نقطة مهمة عن هدم الكنائس، ما اتهدمتش الكنائس لكن اتهدمت المساجد الضرار بمعرفة الرسول نفسه. دي نقطة غاية الأهمية أنا عايز الكل يسمعها ويفهمها كويس كويس. نعم. يعني احنا يعني الكلام اللي بتقوله حضرتك ده طبعا يعني للاسف ان احنا عيناه يعني، وهي دي المشاكل انه هنا انت برضو عايز تغير فكر ناس، عايز تغير ممارسات، ثقافة، كل ده عايز يتغير الحقيقة، لكن يعني الواحد مش عارف بصراحة. الدكتور ده حسين قال الوطن مستقبل الوطن لا يكون إلا بالثقافة، وقال أن هناك اقتران بين الدين والاستبداد وبين الديمقراطية والفلسفة، فالحكم الاستبدادي يلجأ دوما إلى الدين بينما الحكم الديمقراطي يلجأ إلى الفلسفة. الثقافة المصرية هي وحدتنا الوطنية التي تتصل بالماضي القديم والحاضر أيضا. نعم. ثقافة مصر هي شخصيتها القديمة الهادئة وشخصيتها الباقية الخالدة. وأكد الدكتور طه حسين على أهمية الاعتدال والتسامح والوسطية في الشخصية المصرية. حسن ما حاجة جميلة الدكتور طه حسين
قالها، مصر ثقافتها غربية غربية بالجغرافيا والثقافة والتاريخ، ولا علاقة بينها وبين الشرق. مصر غربية الثقافة، العقل المصري اتصل بالعقل اليوناني منذ عصوره الأولى، اتصال تعاون في الفن والسياسة والاقتصاد، وبدأت هذه العلاقة من القرن السادس قبل الميلاد وتعمقت أيام الإسكندر. كان اليونان يرون أنهم تلاميذ المصريين في الحضارة وفنونها الرفيعة بنوع خاص. النهاردة إحنا في قاع الأمم للأسف يعني نأمل أن الثقافة تتغير ونأمل. إحنا يمكن برضو في إطار أن إحنا بنقول أنه من ضمن الأمور اللي تم مناقشتها، ويمكن أنا وإحنا بنقرأ القانون ركزت عليها، اللي هي قصة أنه الكنيسة بصور. إحنا في القرى يا جماعة صعب ده، أنت لما بتلاقي حتة مساحة قد كده علشان تعمل فيها كنيسة، عشان كده كانوا بياخدوا بيوت صغيرة، فأنت ده غير متاح أنه كلمة أنه ليه تتحط بصور. افرض أن أنت مش قادر، مفيش مكان في بعض القرى أنه يتعمل صور، يبقى أنت كده غير متفق على الشروط، المواد الدستور دلوقتي، ما احنا بنتكلم على مواد القانون. مواد القانون لازم أن تكون واضحة وصريحة ويتم تنفيذها، فأنت النهاردة حطيت لي إعاقة بأنه لازم القانون الكنيسة يكون محاط بيها صور، لو الصورة الأولانية خالص من يعني. فأنت هنا يبقى أنا عندي مشكلة في كرة كتير جدا، كرة كتير ما فيش الكنيسة مش محاطة بصور، يبقى مش هتديها التصريح، يبقى مش هيبقى دي كنيسة مرخصة، مبنى مستقل محاط بصور. ما عندي أماكن مش محاطة، تبقى محاطة بصور. الناس بيبقى نفسهم فعلا في حتة بيت، زي ما بيتعمل في كرة كتير صغيرة، هو حتة بيت صغير كده بيبقى وسط مجموعة بيوت في المسيحيين مثلا من غير صور. يبقى دي برضو نقطة هنا لو احنا بندقق فيها، لو هذا القانون، رغم ان احنا عايزين نهدم كل ده ونقول انه قانون دور عبادة موحد، لكن لا نعلم ما الذي سيأتي به البرلمان، لان الموضوع في يد البرلمان. فجاء التقرير الحقيقة، تقرير من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في غاية الأهمية، نتيجة برضو للنقطة الثامنة، المادة الثامنة من الدستور من القانون ده عفوا، بتقول لك برضو ان الكنائس اللي هيدالها هيتعطلها ترخيص هي الكنائس اللي بيكون فيها الشرائع يعني، او بالشعائر عفوا، واللي بيوصل فيها يعني اللي هي مفتوحة، مادة 8 برضو آخر صورة. فأنت هنا برضو عندنا مشكلة، المباني المقفولة. يبقى أنا عندي مشكلتين في الكرة، مشكلة أن الكنيسة مش هيكون عندها سور، مش كل الكنائس يكون عندها سور، لا الاخر حاجه ماده 8 ان هو يعتبر مرخصا ككنيسه كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينيه المسيحيه وقت العمل بهذا القانون. ماذا عن الكنائس المغلقه لدواعي امنيه؟ تقرير رائع جدا. احنا بنشكر كل العاملين في المبادره المصريه وعلى راسهم اسحاق ابراهيم طبعا، ان هم يعني عملوا مجهود علشان يصدروا لنا هذا التقرير اللي هنلاقي فيه نيافه الانبا اغاث ونيافه الانبا مكاريوس عن كنائس صفوت سمعان بعض الحقوقيين، عن انك عندك كنائس مغلقه لدواعي امنيه. هيكون وضع الكنائس دي ايه يا ترى في ظل هذا القانون لو تم اصداره بهذا الشكل؟ طبعا مبنية من فترة طويلة، ولكن نتيجة التشدد الموجود في البلد، نتيجة يعني وجود الإخوان السلفيين، فبدأ يعني ياخدوا كده تشدد ان لازم الكنيسة دي ما تبقاش في مكان فيه يعني إخوان سلفيين. فطبعا استغلوا وجود بنزينة بجوار الكنيسة، فطبعا تم حرقها والنار. لما نشوفها زي الكرة البيضية والزمنية والحتت دي، بيبقى في تزمت كبير من الأهالي تجاه أي شكارة اسمنت تدخل مش بنا. تم إغلاقها عن إن إحنا موجود عادي وبيروح بيسأل الأمن، دي مش كنيسات أوراق الكنيسة. إحنا قلنا إحنا ما نعرفش حد، يتفضل روح للأنبا منيوس لوكسور المسؤول عن الكنيسة، بس قال لك لحظة بتغلق لحل ما نجيب الأوراق والإجراءات. تمام، ما فيش عندنا اوراق تثبت ان احنا في قريه لا يوجد فيها اوراق تثبت ان سجل، لا فيش مبنى في البلد مسجل. احنا الصراحه عانينا بشده، ومن اول المعاناه ان هي مدارس الاحد. احنا عشان ناخد اولاد ونطلع جيل تربى على قيم وتقاليد، بقينا ناخدوا الاولاد ونروح بها دير المحارب البعرات بمواصلات يبعد من هنا بتاع حوالي
15 كيلو زي كده. هو عندنا في كذا حوالي يمكن 6 كنايس فيهم اغلاق وقاعات، ومنهم اتحرق ومنهم اتكسر، وفي منهم اثناء البناء تعرضوا لهم وازالوا، يعني في مجموعه مشاكل في الكنايس. انا اتكلمت مع رئيس مجلس مدينه البياضيه من فتره، كان عندي في دير الملاك ووافق على بناء كنيسه في البياضيه. بيقول لي بس اجمع لي ارض داخل كردون البلد وانا ابني لك كنيسه. موضوع كنيسة المبدا اكثر يمكن حاجه انا درستها بصفتي، كنت اشتغلت فيها فتره طويله. الكنيسه كان صدر لها ترخيص كامل. المسلمين اللي هنا قالنا شيء غريب جدا في منتهى الغرب. ايه هو؟ قال لما كانت الكنيسه هنا وسطينا مفتوحه كنا احنا المستفيدين بها اكتر منكم. فبسال بقول له ازاي؟ هو انتوا كنتوا تيجي تصلوا؟ انا قال لا، احنا لما كان حد يبقى مخلوع مننا في بيت مثلا في حاجه مخاوفات، بعض المخاوفات كنا نلجا في كنيسه في بلدنا. لو بقول لك روح شارع النصارى عند الكنيسه مثلا، دكان بيت ابراهيم، روح عند الكنيسه، يعني معروفه كلمه كنيسه، هم حتى معترفين بيها. فازاي كنيسه عامله ازعاج اللي حوالين الناس وهي حوالينها كلها مسيحيين؟ انا سمعت من رئيس السيسي اني اتمنى من زياره قبل السقف الكنيسه في العيد السابق اني اتمنى لي يعني فتح الكنائس وترميم الكنائس. حاطين في ذهننا ان احنا كنيستنا من ضمن حتكون، يعني احنا عايزين حاجه واحده بس، عايزين اولادنا يتربوا الحياه المسيحيه، وعايزين الكنيسه بتاعتنا تفتح. هو ده بس كل مطلب. انت ممكن تسالني سؤال، تقول لي ايه هو حلمك؟ اقول لك حلمي ببساطه جدا ان تكون حوالينا كنيسه. احنا عندنا حضرتك كنيستين مغلقتين في البلد في الابروشيه، واحده في قريه بني خالد مغاغه، والاخرى بس الكنيستين في صوره بيوت، لكن كنيستين، والاخرى في ميانه. الا ميانه دي حدثت في 3/4/2015. بني خالد هقول لك تاريخها. دي بني خالد مغاغه دي كانت كنيسه من 74 من ايام المرحوم انبا اثناسيوس، استمرت مفتوحه حتى 2004. انا كاسقف صليت فيها 4 سنوات، قداسات واجتماعات وافراح وجنازات وبقيت خدمات الكنيسه. وامام الكنيسه دشمه، كان الامن بيبعت حراسه من 74 ل 2004. فوجئنا كده راحوا قافلين. تروح بقى لميانه برضه تبع مغاغه، ميانة دي قفلوا لنا مكانين فيها. أول مكان كنيسة بس بيت، كان بموافقة أمن الدولة 2007، بداية 2007 قفلوها نهاية 2009. كنا بنعمل قداسات ونعمل اجتماعات ونعمل محو أمية، كان في بروتوكول كنا عاملينه مع المحافظ فؤاد بيسعد الدين الله يذكره بالخير، كان محافظ كويس، وكنا عاملين مع محينا أمية أقباط ومسلمين من القرية دي داخل بيتك داخل الكنيسة اللي قفلوها. أغلقت الكنيسة دي اللي هي بيت أيام المحافظ أحمد ضياء الدين وقبل ثورة 25 يناير، أغلقت في 2009. ادونا موافقة عندنا بيت نسميه دار القديس يوسف، مساحته أكبر، بدأنا نصلي فيه من 2010. قالوا لنا صلي هنا منا منشوف المشكلة التانية، حتى 4/2015 صلينا ختام الصوم 4/3/4/2015. وفي نهاية اليوم كده بعتوا كم مخبر وكم غفير ما تصلوش هنا تاني. أنا قلت يمكن دول صغيرين نشوف الكبار. كلمت مأمور المركز ورئيس المباحث وقتها، قالوا احنا عارفينكم بتصلوا بقالكم سنين، شوفوا الأمن الوطني عايز ايه. كلمت الأمن الوطني كالعادة رفضوا ردوا، واللي بيكلمهم الأسقف مش واحد كاهن ولا واحد من الأقباط، المسؤولين اللي قبل المسؤولين الحاليين.
مجرد يرد على التليفون ما رضوش يرد، يرد بتاع السويتش لكن يقول لك المسؤول مش موجود. هل من حق موظف السويتش في الأمن الوطني ما يحولش على المفتش أو نائبه؟ ما يقدرش، إنما هم مش عايزين يردوا علينا، مش عايزين يردوا ولا عارفين ندقوا مسمار. المهم بالليل الساعة 12 إلا ربع بعتوا 12 عربية شرطة محملة على رأس حكم دار شمال المنيا، مأمور مركز مجاجة، رئيس مباحث مجاجة، وضباط آخرين وقوات وأسلحة. أنا كنت مخلى أبونا بايت في بيت قريب من الدار ده، وكم شاب بايتين جوا الدار. فقالوا لي، كنت متوقع الشر يعني، قالوا له عايزين نكسر الباب. قلت له مفتحوا له، احنا عندنا محظورات يعني. الشباب اللي فتحوا شبعوهم ضرب وخدوا منهم الموبايلات ورفضوهم يصوروا، وقعدوا يخربوا في الدار 3 ساعات ونص. كلمت من كان ابونا حاول يمنحهم، ابونا موريس ما قدرش. كلمت الحاكم دار اللي رتبته لواء من تليفون ابونا، قلت له سيادة اللواء انت كبير والكلام ده ما يصحش يتم. قال لي يا نيافة الانبا انا يعني مش بايدي، دي تعليمات عليا. انا اعتقد لو الاراده السياسيه موجوده والاراده الامنيه، وطالما ده حق شرعي والدستور بيكفل لينا حريه العباده، المسؤول السياسي يقول ده حقهم. المسؤول الامني بدل ما هو يقول لي الحاله الامنيه لا تسمح، دي اهانه لي. يعني لو في مسؤول امني قلت له عايز اقيم شعائر ورد عليا وقال لي ان الحاله الامنيه لا تسمح، دي اهانه لي. المفروض لما انا اقول له الحاله الامنيه لا تسمح يقول لي لا ما يهمكش، ده دورنا احنا. برضو ده بيوصل رساله سلبيه للناس محليا، ان الامن غير قادر على حمايه الاباط لما يصلوا. يعني الاسماعيليه دي عباره عن قريتين، قريه اسمها الاسماعيليه البحريه والتانيه الاسماعيليه الابليه. لينا بيتين هناك من 2009، وطلبنا في 2011 ان احنا نقيم شعائر ورفضوا، وبنحاول معهم لحد ما اخواتنا المسلمين اتقدموا بطلبات رسمية للمسؤولين عشان فتح الكنيستين، ودي اول مرة تحصل. ولسه عاملين مذكرة الاسبوع اللي فات ومضين عليها رؤوس العائلات المسلمة عايزين الكنيسة تتفتح. ده وده برضه لغز. طب انت بتقول في احتقان، ده ما فيش احتقان، بل دي رغبة اخواتنا المسلمين. يعني الحقيقة تقرير رائع، وانا دايما يعني طبعا مع احترامي لحد نيافة الانبا غاصن وكل اللي تحدثوا في هذا التقرير يعني، لكن يعني دائما نيافة الانبا مكاريوس يعني بيروح للهدف. لما تقول لي ان دي مغلقة لدواعي امنية، ازاي انت كامن مش قادر انك تحمي الكنيسة والعباط وهم بيصلوا؟ النقطة التانية اللي وقفت عندها برضو كلام رائع جدا، الإرادة يا جماعة، الإرادة السياسية والإرادة الأمنية. لو في الإرادة كل حاجة هتخلص، لو في الإرادة ان احنا نخلص الموضوع من زمان كان زمانه خلص، وببساطة وبسهولة جدا. قانون بناء عبادة مبني على قانون البناء، بنعدل شوية حاجات بس لدار العبادة فقط لا غير، مش محتاج كل ده، ولا محتاج ان احنا ناخد كل الجدل ده. هفضل اقول الكلمة دي لغاية ما يمكن يا رب في حياتي كده اشوف انه ده تم في مصر. قانون موحد البناء دور العبادة بيعتمد على قانون البناء لأي منشأة، يعني يمكن ربنا يكرمني. طيب احنا معانا الحقيقه استاذ اسحاق ابراهيم، مسؤول ملف حريه الدين والمعتقد، المبادره المصريه للحقوق الشخصيه، واللي هم اصدروا لنا هذا التقرير. استاذ اسحاق برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك يا دكتوره وبالساده المشاهدين المتابعين. اهلا بيك وبنشكركم بصراحه، مجهود جميل، عجبني قوي التقرير الكنائس مغلقه لدواعي امنيه. واحنا بنتحدث طبعا النهارده عن المسوده اللي في ايدينا لمشروع بناء الكنائس، قانون بناء الكنائس. ف ناخد معلومة يعني ناخد ملاحظات حضرتك، واحنا كله كلامنا برضو مبني على زي ما سمعتني من شويه انه عايزين قانون موحد، لكن ما علينا، خلينا نقول النقط اللي حضرتك توقفت عندها في هذا المشروع.
تمام. خلينا بس نقول ان الفيديو اللي اتعرض ده جزء من حمله لسه مستمرين فيها شويه لحد ما نشوف القانون شكله ايه. في اربع تقريبا فيديوهات، اربع فيديوهات تاني، كل فيديو بيعرض مشكله من نوع مختلف متعلقه ببنى وترميم الكنائس، وفيها نماذج من ازاي بتتعامل اجهزه الدوله الاداريه والمحليه مع قضايا الترميم والبنى الكنائس. احنا كمان عندنا نيه ان احنا نقدم معلومات، نحاول نقول نحط للمسؤولين ونحط لاصحاب القرار اللي هم هيناقشوا القرار في مجلس النواب فيما بعد بعض المشاكل وبعض المبادئ والمعايير اللي لازم اي قانون لما يتحط يضمن تحقيق هذه المبادئ. نعم. مبدئيا لما بنتكلم على القانون الحالي او مشروع القانون اللي اتنشر في الصحف من اربع خمس ايام، قبل ما اخوض في تفاصيل ونقض المواد ونقول ليه بناخد المواد اللي موجوده، وانا يعني يمكن زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه، كثره الانتقادات والتحليل السلبيات المتضمنه في مشروع القانون بتوري قد ايه حجم المخاوف اللي موجود عند قطاعات كبيره ومتنوعه من المواطنين، مش المسيحيين بس، كمان المواطنين المصريين المسلمين. صحيح. اول حاجه مبدا اول حاجه عاوز اعلق عليها قبل ما اخش في التفاصيل ليها علاقه بالهدف من المناقشه. الانتقادات اللي حاصله على مشروع القانون الحالي وهي بتهدف بالشكل الاساسي ان يعبر القانون اللي هيتحط ايا كان مسماه، نتمنى هو ما يكونش قانون القبة ماده في قانون البناء او حتى قانون موحد، ولكن وحيث ان الاتجاه العام بقى قانون بناء الكنائس، يبقى الانتقاد اللي حاصل ليه الهدف منه ان يكون القانون يتيح بناء الكنائس. صحيح. حق المواطن الغلبان الفقير في افقر قريه في مصر ان هو يقدر يبني مكان ويمارس دور العباده، يمارس شعائر الدينيه بتاعته بدون لا تهديد من الاهالي ولا تعنت وغلق من الجهات الامنيه. فده اول نقطه. النقطه الثانيه ان على رجال الدين اللي شاركوا في وضع مسوده القانون، احنا مش داخله في تحدي مع شخصياتكم وانتم التقدير وكامل الاحترام، ولكن المعني اكثر بالقانون ليس شخص رجل دين واحد ولا حتى مجموعة رجال الدين المسيحيين مع كل التبجيل لكل رجل دين بداية من أصغر أسيس كان إلى أصغر شخص البابا نفسه. نعم. ولكن المعني بوضع القانون هو كل مواطن مصري مسيحي أولا ومصري بشكل عام، وبالتالي من الضروري وكان من الحكمة في صنع عملية القانون أن يتم إشراك أصحاب المشكلة. وهو في النهاية أستاذ إبراهيم، أستاذ إسحاق، يعني حضرتك إحنا هنا النهاردة برضو القانون لما كل اللي حصل ده بيروح لفين؟ بيروح لمجلس الشعب، مجلس النواب اللي هو المفروض إحنا كشعب منتخبينهم، فهنا الشعب طبعا له كلمة، يعني المواطنين لازم يكون لهم كلمة في أي قانون. ودي النقطه اللي انا كنت هنقول ليها. على دور اعضاء مجلس الشعب بالزبط. اعتقد ان هم لازم يتحرروا من الحوار بتاع ان احنا قانون جاي بالموائمه ما بين الكنيسه ووزاره العداله الانتقاليه، فلا يجب ان يؤخذ على عجله، يجب ان يوضع على الترابيزه ويتناقش ويسمح لي. انا بقرر طول الوقت ان الناس اللي موجودين التقرير في قرى الأقالطة والبيضية واللي موجودين في النيانة واللي موجودين في الإسماعيلية وغيرهم عشرات القرى، يكفي من مركزين بس المنيا وبقوات تبع إبراشية المنيا فيهم 150 قرية وعزبة وتابع ما فيهمش كنيسة، فالناس دي يجب أن يستمع إليها. ده أول صحيح. أول حاجة قبل ما نخش في تفاصيل القانون. وأعتقد دي حاجة ما تزعلش الكنيس، لأنه ما تزعلش قضاة الكنيسة ولا البابا ولا نيافة الأنبا بولا، يعني إحنا هنا النهاردة ده صوت الشعب اللي المفروض إنه برضو البابا هو ممثل يعني أو هو اللي بيتحدث عن الشعب، ده لازم يسمع الشعب ده كله. تمام. يعني تمام. دي أبسط حاجة. نقول بقى للقانون. نعم. للقانون. للأسف القانون الحالي
هو أسوأ من القرارات العزبي باشا اللي فضعها نقول ليه الحالية. نقول ليه لان احنا قرينا قرار العزبي باشا كان فيه قيود كتيره قوي مش موجوده في ده بس خلينا نركز. انا قريت على المشاهدين على فكره بنود القانون, فلو حضرتك قدامك القانون قول لي مثلا انهي ماده اللي انت واقف عندها بدايه من الاول. تمام. هل انت اكيد واقف عند طبعا الكنيسه بسور, يعني موضوع سور الكنيسه. تمام. اتفضل. هحدد خمس نقط أساسية يعني. اتفضل. وبعد كده تفاصيل. اتفضل. النقطة الأولى هي حاجة اسمها في القانون في القاعدة القانونية اسمها الوضوح, أن أنا لما أحط قانون لازم يكون واضح وسهل تفسيره. كل ما أحط ألفاظ فيها غموض وفيها مطاطية كل ما سبت مساحة لأصحاب النفوس المتشددة والضعيفة للتدخل والتحكم في عملية إتاحة بناء الكنائس أو عدم بناها. فللأسف المواد اللي موجود فيها القانون هي فيها ألفاظ كتير جدا مش واضحة ومش محددة. النقطة الثانية لها علاقة بالتفاصيل فيما يخص تعريفات الكنيسة داخل الكنيسة, يعني مكونات الكنيسة. أعتقد ده تزيد وما كان يجب أن يضع في القانون. الدولة عليها تدي رخصة, لو قلنا نتمنى أن ده ما يحصلش, بس وإن كان أنها تدي رخصة ترخيص كنيسة ملهاش دعوة لا الدولة ولا وزارة الداخلية ولا المحليات ولا أي شخص مهما كان منصبه أن هو يقول أن الكنيسة دي تبقى فيها هيكل ولا هيكلين ولا منارة ولا من غير منارة ولا طبر ولا نساء ولا مسطور ولا بابين ولا باب. يعني التفاصيل الكتير دي تدخل من الجهة الإدارية شكل واضح في شكل. طب هل انت شايف ان ممكن ده يكون مثلا انه يعني لازم ده يكون في الكنيسة وإلا ما ينفعش تبقى كنيسة, وده برضو يعوق بناء كنائس في القرى, لانك انت مش شرط ان القرى هيكون فيها كل ده. فهل انت ده معناه ان ده ملزم لانه شكل الكنيسة لازم يكون كده بكل المحتويات دي بكل الدنيا دي؟ طبعا وده هيعمل مشكلة كمان للكنائس. انا في عشرات الكنائس يمكن مئات الكنائس المبنية في الاخر 20 سنة اللي هي عبارة عن مباني من غير قبة ومنارة. المباني دي المفروض هتوفق اوضاعها في القانون الجديد, هتوفق اوضاعها. هل يتم التأكيد ليها على ان هي مش مطابقة لشروط السور والمنارة ولا لا؟ الحاجة الثانية في مباني قديمة هو بيقول ان هي سلامة المنشآت, هل ده هيطبقه ازاي؟ هيدخلك بقى في انك انت لازم لجنة هندسية وتشوف هل المبنى ده صالح ان يتكمل فيه ولا ياخد قرار ازالة. انا يعني في تفاصيل طبعا فعلا هتدخلنا في متاهات كان مش مفروض ان احنا يعني بديهية, في حاجات بديهية برضو ما كانش مفروض ندخل فيها. صحيح. كان مفروض يكون. طيب انت كده قلت نقطتين, نقطة الوضوح, النقطة التانية التفاصيل, ذكر تفاصيل. النقطة التالتة النقطة هي الموافقة. القانون ناصص على موافقتين, موافقة في بدء الإجراءات وموافقة أخرى في انتهاء الإجراءات. طبعا ده بيفتح باب زي ما بيقولوا باب الشيطان للتدخل ولافتعال مشاكل وتهديد الناس والاستيلاء على الأرض. التجاوب اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت كلها أن الناس عادة عشان الشروط اللي موضوعة وعشان محدش يبني جامع جنبها وعشان محدش يروح يهاجم على المبنى زي ما حصل في الاحداث الاخيره, الناس بتاعت معتاده انها بتبني الكنيسه وبعد ما بتبنيها بتبدا تصلي فيها وتحط الشكل الخارجي بتاعها. تمام. اذا قلت للناس واعلنت المسؤول المحلي من الاول كده ان انا هبدا اجراءات كنيسه, ايه اللي يضمن سلامه ان المسؤول ده ما يجيش يفقد الارض يفتعل مشكله يهدد الناس ايا كان شكل التدخل بتاعه؟ فاعتقد ان هو احنا بنقول عاوزين نبسط الاجراءات ونسهلها ونخلي الناس ما تتعبش في الاجراءات, فيفترض ان تكون الموافقه مره واحده بس وبعد انتهاء الاجراءات واستكمالها. تمام. النقطه الرابعه ليها علاقه بتناسب عدد المسيحيين بالمساحه بعدد بالكنيسه لتحت الكنيسه. وطبعا ده برضو بيفتح باب الشيطان. هتحدد على اي اساس العدد؟ هل هيبقى 50 ولا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا كام؟ هو ما قالناش هنا شكل التحديد ايه. وفي نفس الماده برضو بيتكلم على
التناسب الاحتياج الكنيسة مع العدد والاحتياج. نوع الاحتياج هنا برضو مش معروف. هل لو 10,000 مواطن مسيحي في قرية أو في مدينة وفي كنيسة واحدة، هل تعتبر ده كافية ولا محتاجين كنيسة تانية؟ هو هنا طبعا بيقول لك يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب ترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين. ما هو محدد لكش عدد برضو يعني، فهنا سايبها لك مع مراعاة معدلات النمو السكاني. أنا شايفة أن برضو دي يعني ممكن تقول أنه مش وحشة، يعني مادة ما تعتبرش. لا مش وحشة. حضرتك يا دكتورة، التجارب السابقة بتخلينا عندنا حساسية جدا من الكلام اللي مش واضح. لا يفترض بأي حال من الأحوال أن يحط الشرط ده، هو لأنه نفترض أن الكنيسة في وقت ما كانت مساحتها 150 متر، وبعد فترة اشترت كان ظروفهم المالية صعبة واشتروا 150 متر وقالوا ما يصلوا فيها. بعد سنة بعد اثنين بعد خمسة حبوا اشتروا مساحة تانية وضموها للكنيسة. ما المانع؟ ليه أنا أحط عليهم شرط من الأول؟ انا اسيب القانون المساحه. هو برضو ما هو مش محدد هنا برضو زي ما حضرتك قلت، لا محدد انك ممكن تضيف او يعني مش محددها. الحاجه الثانيه برضو مش قايل لك ان مثلا ممكن المنطقه دي يبقى فيها كنيستين ولا كنيسه. هو هنا الماده متسابه مش ما فيهاش تحديدات يعني. فانت شايف برضو ان عدم وجود تحديدات ده مقلق؟ احنا بنقلق من تصرفات مسؤول الدوله يعني في هذا المجال يعني. طيب النقطه الاخيره، نعم، علاقة بما يسمى الجهات المعنية. القانون بيقول أن سيادة المحافظ سيتشاور مع الجهات المعنية. ما قلناش ما هي الجهات المعنية، إيه هي معاني التشاور؟ يعني هيقول لها أنتم موافقين وخلاص هياخد بالنصيحة ولا مش هياخد؟ الناس دي لما تديله المشروع هتديها له على أي أساس؟ هتديها له على أسس ليها علاقة بالاحتياج، بتناسب الأرض، بالدواعي الأمنية؟ ما قالهاش. فده يفتح الباب للمحليات والجهات الأمنية في التدخل في الموضوع. تمام. اللي هي مادة 3 اللي هو قالك انه عدم معانا المادة زميلنا معلش عارضها برضو على الشاشة، اللي هو قالك انه الطائفة المسؤول الممثل القانوني للطائفة هيروح للمحافظ بطلب الحصول على شهادة بعدم وجود مانع، وبعد كده على الجهة الإدارية اعطاء مقدم الطلب ما يفيد الاستلام، يرفق الطلب المستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوب موقعها وحدودها وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 60 يوم من تاريخ العمل بهذا القانون. وبعدين قال لك برضو أنه شهادة لازم المادة 4 التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء. ده كان إعادة الهدم وإعادة البناء. مدة فحص الطلب برضو حددها بأربع شهور، واتقال انه طبعا الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم دي مادة 6 وفق أحكام القانون البناء والمستندات اللازمة. يعني انت عندك هنا برضو عدم تحديد، يعني انت كنت عايزه يحدد مستندات، يحدد جهات اللي هتتعامل بس مع لا هو المفروض ان هو المفروض ان هو ما تشاورش مع حد. المفروض لان فتح باب التشاور معناه ان هو يتشاور مع الجهات الأمنية والمحليات والناس. يعني انا حضرتك في كتير من المباني حتى اللي اتعرضت الكنسيه اللي توقفت كان الامن هو اللي بيوقفها بدون ضغوط اجتماعيه من جانب المسلمين عشان يوقفوا المكان ده. كان نيافه الانبا مكاريوس قبل كده تحدث عن مكان اوريدي المسلمين كانوا راضيين، وهم اللي قالوا احنا ما عندناش مانع، وبالرغم من كده الامن برضه ما فتحوش. بالظبط كده، لدرجه ان يعني طب حضرتك اللي بيخلينا نشك ليه؟ يمكن في ده هيتعرض في الفيديوهات اللي جايه. في كنائس مبنيه بالطوب الاخضر من عشرات السنين، نعم، وقايله للسقوط، وفي مناطق في تجمعات مسيحيه، يعني الكنيسه في وسط سكان مسيحيين. ليه اجهزه الدوله تتعنت في منح هؤلاء المواطنين المسيحيين الاقباط تراخيص في الهدم واعاده بناء الكنيسه؟ ده علامة استفهام بتخليني أشك في نوايا المسؤولين. طب ما هو قال لك يمكن هو القانون، يعني انا بحاول برضو يعني، لان احنا كان نتمنى يكون معانا الانبا بولا بنحاول نكلمه، انه انا بحاول اخد الدور اللي هو من الجهه اللي هي مبسوطه بالقانون جدا يعني، وقالت لك يعني انه ده هيسهل كتير، وانه يعني كده احنا وصلنا لحاجه عظيمه يعني.
فانا بحاول اجيب أنا ايجابيات. يعني انا معاك، يعني انا معاك الاستاذ اسحاق، بس انا باخد بس الجانب عشان يبقى فيه يعني توازن في الحوار. اتفضل. لا انا كنت بس ركزت في الاول ان الانبا بولا هو اسقف طنطا. نعم. نوعيه مشاكل المرتبطه ببناء الكنائس وترميمها في طنطا مختلفه تماما، اختلاف عن كل محافظات الشعب. هو حضرته في طنطا نيابته عنده عدد من المسيحيين اقل واحتياجهم للكنائس اقل بكثير من اللي يعني انت شايف يجب الاستعانه طبعا بال أو يعني هو ده المفروض اللي احنا برضو بنطالب بينه. يعني ما اعرفش هل كان في نقاشات ما بين نيافه الانبا بولا والاساقفه الاخرين برضو، اين راي الاستشاري القانوني في هذه المواد؟ لانه اللي ذكره نيافه الانبا بولا على التليفون على في الحوار مع يوسف الحسيني، وانا استمعت ليه جيدا عشان احاول اقول الكلام اللي هو كان من منطلق اللي قاله يعني بالتفاصيل، ان هو بالتليفون كان مع المستشار العجاتي وبعد كده وراح موصله بالمسؤول القانوني بالنسبه للعداله الانتقاليه يعني، وقعدوا وحكوا لغايه ما وصلوا لانه الماده اللي كانت 9 مواد وخلوها ماده واحده، وبدل ما كان مش عارف 17 بقي 8. فاحنا بنتحدث هنا وانه قال لك ان احنا حتى راعينا كل حاجه، وقال لك حتى كانت اللي قال لك المجاوره اللي هي المباني الملحقه للكنيسه المجاوره، فقال لك لا طب ما انا عندي مباني مش مجاوره. يعني الحاجات دي كلها من الواضح طبعا ان هو برضو كون كان هذا الحوار والجدل في تليفونه بالليل وبعدين خلاص ده، لا عايز وقت شوية، عايز ناس أكتر تشوف، عايز يعني زي ما احنا بنقول اللي هو زي ما عمل كده مثلا مع الجروب اللي كان من المصريين أو المجموعة اللي قعدت ومسكت الموضوع وقعدت تاخد وتدي في كل مادة، هو ده المطلوب انه يتعمل يعني. صحيح، لأن هو حضرتك النوايا الحسنه لا تمنح حقوق، لا تضمن حقوق للمواطنين. صحيح. القانون والدستور هو النص على حقوق، وفي صياغه القانون يجب الحرص، كل الحرص على الوضوح وتوفر معايير المساواه والعداله والاتاحه. تمام، وان احنا واضعين قانون، القانون ده برضو مش مؤقت، ده المفروض انه قانون هيعمل بيه لسنين جايه. تمام، فأعتقد دي نقط مهمة جدا. طيب يعني كده احنا من خلال الخمس نقاط اللي حضرتك طرحتها أعتقد يعني ألميت برضو ببعض المواد داخليا داخل الكلام، وزي ما احنا بنقول انه إصدارات الفيديوهات اللي حضرتك تحدثت عنها وده كان واحد منهم، إن دي برضو نقطة مهمة جدا. مادة 8 هنا عايزاني تلزمني إن الكنائس اللي مفتوحة بس وبيتصلى فيها، يعني كل الكنائس المغلقة دي هيكون وضعها إيه؟ ده مش موجود في القانون، ده برضو إحنا بنطرحه لنيافة الأنبا بولا يعني. طب وبعدين؟ ما هي دي برضو نقطة مهمة. وأيضا حضرتك بتقول إن ده جزء من 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 لسه في 4 أو 3 إصدارات تاني لمشاكل تاني بأنواع مختلفة. طيب لو تطلعنا برضو يعني ايه نوعيتها يا استاذ؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال في خلط بيتم ما بين ممارسه الشعائر الدينيه وممارسه الشعائر الدينيه في كنيسه، لو اتجمعوا 50 واحد في قريه لحضور حفل ليه علاقه ذات طبيعه دينيه، هيعتبرهم بيحولوا البيت لكنيسه ولا لا؟ هيقبض عليهم ولا لا؟ المشاكل دي لانها حصلت كتير، ونمط من المشاكل زي الشائعات اللي بتطلع على تحويل البيوت، اعتقد ده من التفاصيل المفروض اللي يعني يبقى اللي بيصير القانون عنده دراية بالتعامل معها. نعم. تمام، يعني بالتأكيد أستاذ إسحاق، يعني أنا عارفة أنه أكيد أنتوا يعني في الإصدارات دي، بس إن أأمل أنها تطلع بسرعة وبرضو تمدنا بيها بسرعة. طبعا الحلقة دي حلقة بنحاول نناقش فيها الجدل ليه، ويجب يعني أن نأمل أنه طبعا تعرض على الكنائس الثلاثة. الكنائس طبعا إحنا شفنا رأي الأنبا بولا، شفنا برضو كان في على هامش الالتقاء اللقاء اللي كان مع الشباب مع قداسة البابا، تم سؤاله عن ما رأيه في هذا القانون، وقال برضو ان ده قانون حلو وقانون جميل. فاحنا هنا برضو كنا عايزين نعرف الاراء الاخرى حضرتك. طيب هل انتوا حاولتوا برضو استاذ اسحاق من خلال مجهوداتكم من خلال كل ده تتواصلوا مع القيادات الكنسية الثلاثة وتطرحوا عليهم برضو هذه الملاحظات؟ يعني للاسف احنا تواصلنا مع يعني مع ناس في مجلس النواب، لكن للاسف القيادات الثلاثه رافضين التعامل. يعني هو انا يعني الواحد بيحزن وهو بيقول الكلام ده، مش على المبادره بس،
على انا شخصي ان ده مفروض ضمان ان يكون القانون عادل ان اكثر ناس تبقى مشاركه في صناعته. للاسف هم بيتعاملوا مع القانون على ان هم شيء سري جدا وهم في سيطره او احتكار للكلام. لا لا هو خلي بالك من نقطه، مش فكره سري، ما هو القانون صدر اهو. يعني انا اللي انا حاساه من خلال الكنايس ومن خلال برضو متابعتي لاكثر من حوار لنيافه الانبابوله في كثير من القنوات الفضائيه، انه يعني حتى دي عجبتني، كان في احدى القنوات قال لك احنا سقف طموحنا عالي بس احنا ده المتاح لينا دلوقتي، وانه يعني احنا شايفين انه ده هيحل مشاكل كتير. اللي انا شايفاه من طول المدة والانتظار ده كله، يعني خليني أنا برضو بحاول أخد، لأني مش معايا، بنحاول نتصل بكل ببعض الممثلين للقضاة الكنيسة التلاتة، يعني عجزنا تماما كل تليفونات نيافة الأنبابولة من الصبح وإحنا بنحاول معاهم. برضو الأسيس الأنبا أبونا يوحنا قلتا والأنبا يوحنا قلتا والأسيس أكرم لمعي، أو يعني الممثلين عن الكنيسة أكرم لمعي عفوا، الممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والإنجليزية. فأنا شايفة أن هم رأيهم ده، يعني أنا بإحساسي حسيت كده، أو يعني اللي أنا شايفة أنه عايزين يخلصوا قانون علشان نبدأ، بس هي عشان نحل مشاكل وعلشان يبقى فيه تصريح بقى تتعطى للكنائس وعلشان تبدأ الحكاية يبقى فيها يعني حركة. لكن برضو مهم جدا هي دكتورة في نظريتين. احنا دينا 100 سنه تقريبا، 150 سنه في الخط الهرموني، وتقريبا داخلين على 80 سنه في العزف الباشا. مش عاوزين يتحط قانون يكون سيء يقعد عشان نغيره ويبقى محتاج وقت طويل جدا، والاجيال الجديده تقعد تحمل المسؤوليه للجيل الحالي ان هو ما اتكلمش وما اتحركش وما حاولش يضغط. فكل الانتقادات اللي حصلت للقانون زي ما قلت في الاول، مش عشان نقول ان الناس اللي اتعمل ده غلط ولا صح، بنقول له عندنا مخاوف حقيقيه من اساءه استخدام القانون. تجربتنا مع اجهزه الدوله تجربه مغيره جدا، لان هيقول لك ابتدي صفحه جديده، انت في ظل حكم جديد، في ظل تفاهمات، في ظل انت شايف يعني طبعا اللقاء اللي كان مع البابا والقيادات الكنسيه قبل صدور هذا القانون على طول، وبعدها كان تصريحات على طول من نيافه الانبابوله القانون هيصدر خلال ساعات، فانه بتوجيهات من الرئيس. فاللي احنا برضو عايزه اضم بس اكمل كلام حضرتك، مش بس فكره تخوف، فكره ان في بعض النقاط في المواد محتاجه برضو تتظبط، يعني ما يعني وده مهم، زي ما بنقول ان انت لما كده يبقى في حوار مجتمعي، لما بيبقى في قانونيين يبصوا للمواد، ده مش معناه انه احنا متضايقين او ان احنا عايزين نعوق حاجه الكنيسه مبسوطه منها فاحنا بنقول لهم لا ان احنا مش مبسوطين، لا احنا بنقول لهم حلو قوي، احنا في حاجات جميله، بس خلينا ناخد النقاط دي برضو نحاول نخليها واضحه، الحتت اللي هي ممكن يكون في تتاخد من نص القانون ده علشان تعيق، احنا بنقول لك خلي بالك انا مش عايزه النص كده، احنا عايزينه كذا، وده بناء على يعني ان زي ما بنقول انه في النهايه ده رايح للنواب، مجلس النواب اللي هم نائبين عن الشعب المصري، فاحنا كشعب يكون لينا كلمه ويكون لينا راي، ده مش غلط يعني في اطار اي شيء. وفي النهايه كلها ايه، احنا عايزين مصلحه انه المواطنين كلهم، وان يكون في هدوء وسلام، وان المواطن المصري المسيحي يجد يعني يكون في سهوله في انه يصلي كما يعني ينص الدستور، يعني في انه حق من حقوقه المشروع. اعتقد يعني متفقين مع بعض، وربنا يسهل، وزي ما بقول ان هذه الحلقه امل انه تكون يعني تعرض على الكل، واحنا هنا لما بنتكلم، وان شاء الله يعني نامل ان برضو التواصل مع يعني حضرتك زي ما انت عملت برضو ده كويس، احنا هنا النهاردة اللي اتقال برضو الحقيقة، وأمل ان تكون معايا الأستاذة نادية هنري، انه لما سألتها عن القانون، المشروع القانون المقدم من المصريين الأحرار والمشروع المقدم من الوفد، هل الكنيسة اطلعت عليه، هل رأي الكنيسة كان، فقالت ان هو هنا برضو الكنيسة من الشعب واحنا كنواب شعب، فاحنا برضو لما هنناقش كل المسودات المعروضة المفترض ان البرلمان كممثلين عن الشعب هياخدوا الرأي النهائي، يعني فإحنا كده نقدر نقول برضو الهدف من كل ده أنه يبقى في تواصل أكتر مع النواب زي ما حضرتك ذكرت وقلت، واستمرار في هذا التواصل وتوجيه النظر لكل النقاط اللي عليها اللي فيها قلق
اللي عليها خلاف، بحيث ان احنا في النهايه نامل انه يخرج قانون للنور يكون قانون يعني قانون عادل وشفاف ولا يكون هناك اي معوقات. بشكر حضرتك شكرا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ حق ابراهيم، واتمنى اصدارات الفيديوهات برضو حضرتك تبعتها لنا على طول اول ما تصدر، لانه ده هدفنا ان حتى لو في حلقات قادمه ان شاء الله يعني هيكون لسه الامور لسه احنا مش عارفين البرلمان هيناقشوا امتى، هيخلص امتى، كل دي امور لسه يعني مطروحه. الاستاذ حق ابراهيم مسؤول ملف حريه الدين والمعتقد بالنسبه للمبادره الشخصيه للحقوق، انا بشكرك شكرا جزيلا. انا ما اعرفش اذا كان الاستاذ لطيف قادر يحتمل معانا او ممكن يعني، انا طبعا بشكره جدا استاذ لطيف، اتمنى انك تكون حضرتك متابع معانا والصوت واصلك كويس. استاذ لطيف وكان نفسي قوي اسمعه، لكن في وقت ثاني هتكلم في نقطه بسيطه. اتفضل اتفضل حضرتك. طب معلش انا مش عارفه زمايلي، ارجوكم نحاول يعني كان المفروض نحاول الاستاذ لطيف يكون سامع، لكن طيب اتفضل النقاط اللي عايز تطرحها. طيب انت ساعتك اتكلمتي على مجلس النواب وبتاع مجلس النواب، هل تعرفي ان لجنه الشؤون الدينيه ولا اوقاف انفردت بمناقشه قانون بناء الكنائس دون اشراك لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه والقانونيه ولجنه الانسان؟ لا مين اللي اشترك؟ هو هنا حضرتك ده العداله الانتقاليه والمستشار العجيتي ومع الكنائس، ده القانون اللي احنا بنناقشه دلوقتي، في مسوده ثانيه مطروحه من الوفد، في مسوده ثالثه مطروحه من المصريين الاحرار. انا بتكلم دلوقتي الموجود في مجلس النواب. لا التلاتة هيبقوا موجودين، ده بكلام الأستاذة نادية هنري، ما احنا التلاتة اللي ده اللي قالته يا أستاذ، ما أنا لسه ده اللي كنت بقوله، يمكن حضرتك ما كنتش سامعني يا أستاذ لطيف، إنه دلوقتي الموضوع على فكرة هيكون في إيد مجلس النواب، يعني احنا كل ده هيصب لمجلس النواب، عشان كده انا قلت الاستاذ اسحاق تواصل بشكل كويس مع كبير ويكون التواصل بشكل كبير مع اعضاء البرلمان، وكانت النقطه برضو اللي نفسي من البرلمان اعرف هترسي على ايه، كان في اعتراض ومنهم الدكتور عماد جاد كان معترضين على انه ليه القانون يروح للجنه الشؤون الدينيه، المفروض يروح للجنه التشريع. بالظبط تمام. ما دي نقطه غير اهميه، ما انا بقولها. ليه تنفرد لجنه الشؤون الدينيه والاوقاف بمناقشه القانون اللي المفروض اللجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه هي اللي بالظبط ليه يبقى دين ودين؟ عشان كده ده اللي احنا بنقوله. رئيس اللجنه ده لما راح للبابا قال له احنا بنحاول نعمل قانون من منظور اسلامي. طيب تقول ايه؟ ما انا كله ملخبط في ملخبط. انا فاكره اللي مش هي مش فكره منظور اسلامي، وقال لك اسلامي وسطي، يعني اللي هو ايه، انا حتى يعني وقفت عندها شويه التصريح ده، بس احنا هنا النهارده بنتحدث انه وصلنا لانه كل اللي احنا بنطرحه ده من ملاحظات من كل حاجه انه هيصب في البرلمان بعد كده، وده كويس ان احنا عايزين يبقى في تواصل مع البرلمان. الامر يعني، وده اللي انا بحاول برضو اعمله دلوقتي من خلال ان احنا بخارج ايضا الهوى تواصلت الحقيقه، وتواصلنا مع دكتور عماد وتواصلنا مع الاستاذه ناديه هنري، نتمنى ان هي هتبقى معانا يعني، وعدتنا انها هتحاول تكون معانا، بس تحاورت يعني، حتى برضو الاستاذ نور فرحات نفس الحكايه، الفقيه الدستوري العظيم الحقيقه برضو نفس الراي بتاع الدكتور عصام الاسلامبولي، كل الاراء الفقهاء بتقول يا جماعه احنا نفسنا ان يكون في قانون موحد لدور العباده، تواصلت حتى مع الاستاذه جورجيت الليني برضو بعت لها القانون، يعني عملت الحكايه. الفكره هنا ان احنا ايه، ان احنا برضو كشعب لينا رؤيه، ولكن برضو راي المستشارين والدستوريين والفقهاء والقانونيين في غايه الاهميه، يجب ايضا مراعاته، يعني الامور المطاطه مش عايزينها، وده اللي قاله الاستاذ اسحاق ابراهيم، لازم النقاط كلها تكون واضحه، ما يكونش تحتمل اي معنيين، لازم الامور تكون ايه هي المستند اللي انتوا طالبينها بالظبط، انهي جهات بالظبط اللي هتكون منوط بيها ان هي تاخد اراء او تاخد موافقه عنها، لانك بيقول لك لو يعني عرض الاوراق دي على للحصول على شهاده بعدم وجود مانع، طب انت هتروح لمين عشان يبقى في عدم وجود مانع؟ يعني انت المحافظ النهارده، بس المحافظ ده هيبقى مين تاني؟ هيستشير الامن؟ هيستشير مين عشان عدم وجود مانع؟ يعني كنت هقوله في نهايه الحلقه. نعم. اللي هو محمود. النقطة الثانية اللي برضو اللي بأثرها ليه الكنيسة بتفصل بين الكهنوت والشعب القبطي؟ يعني الشعب فيه مستشارين كتار. كنت يهمني جدا المستشارين المدنيين المسيحيين هم
هم اللي يتصدوا لهذا الملف ويبقى الكنيسة. طب هل تعلم ان احنا برضو باتصالنا بسيادة المستشار منصف سليمان المفترض ان هو معروف ان هو عضو المجلس الملي وهو المستشار القانوني للكنيسة، لقينا انه بيقول لزميلتي في الاعداد ان انا اسف انا لسه راجع من السفر ولم اطلع على القانون بعد. طيب هنا انا 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 وقفت لما قالت لي الكلام ده. قلت لها انت متاكده تواصلتي مع المستشار منصف سليمان؟ قالت لي ايوه. فهنا برضو ده بيعني ايه؟ مع احترامنا جدا لقداسة البابا ولقادة الكنيسة ولقادة الكنيسة الثلاثة، لكن احنا هنا في شأن قانوني بنقول انه حتى بالبلد بنقول ادي العيش لخبازه. فاحنا هنا المستشارين القانونيين والشعب المعني، الشعب كمان اللي في المشاكل دي زي ما بيعملوا اسحاق ابراهيم، الاستاذ اسحاق ابراهيم دلوقتي اللي بيعملوه ده ممتاز، لانه بيقول لك حتى قال كده لنيافه الانبابوله مع احترامي لنيافتك انت في طنطا، المشاكل اللي في طنطا غير الصعيد، غير هنا غير هنا غير هنا، اذا احنا الامر مختلف. طيب استاذ لطيف خليك معانا لانه انضم الينا الان القسيس القس اكرام لمعي وهو رئيس مجلس الاعلام للكنيسه الانجيليه. جناب القس اكرام لمعي برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. بنناقش الحقيقه احنا من بدري واحنا بنحاول نتواصل مع ممثلين عن الكنائس. هل هذا القانون احنا اللي ظاهر في الصوره حاليا نيافه الانبابوله وهو من تحدث للاعلام واطلعنا على مواد القانون، الكنيسه الانجيليه هل لها اي تحفظات؟ هل تم ايضا مناقشه الكنيسه في البنود او في مواد هذا المشروع لقانون بناء الكنائس؟ ما هو في البداية احنا تناقشنا فترة يعني، وبعد كده الأنبابولة خد الاقتراحات بتاعتنا وقدمها، والأنبابولة قال ان هم يعني خدوا بالاقتراحات بتاعت الطوائف الثلاثة. تمام. من ناحية العدد. نعم تمام. من ناحية العدد بتاع المسيحيين كانوا هم الشرطين انه لازم يشوفوا ايه العدد اللي موجود وهل ممكن يعمل كنيسة ولا لا. فاحنا قلنا طبعا ده يعني افرض في ناس عدد قليل عايز يصلي ولا احنا نعمل ان شاء الله لو فرد واحد المفروض انه ان شاء الله واحد في الكنيسة يعني من حقه انه يكون ليه كنيسة. بالضبط كده. وبعدين يعني قلنا يعني واحد بيبني عمارة هل بالاول بيشوف مين هيسكن في الاول ولا بيبني العمارة وبعدين بيشوف اللي هيسكن. وبعدين انت مع وضع الاعتبار التزايد السكاني انك انت ممكن الواحد ده يتجوز يخلف يجيب اسر يعني الحكاية هتكبر يعني لاحقا. بالضبط كده. وبعدين ده حق قانوني لاي مواطن ان يصلي ربنا في اي مكان في بلده في اي حتة باي عدد يعني. طيب. لحاجة يعني بديهية في أي بلد تحترم مواطنيها يعني. صحيح. إذن اللي حضرتك وثقت يعني في البداية كان الأطروحات كلها والآراء من الكنائس الثلاثة تم مناقشتها مع نيافة الأنبابولة وأخذ هو الاقتراحات وهو بقي وتواصل زي ما احنا سمعنا مع المستشار العجاتي. القانون تم عرضه في الصحف، هل حضرتك اطلعت عليه مواد القانون الثمانية؟ طلعنا على مواد القانون الثمانية. تمام. بس هما دلوقتي يعني احنا لما اطلعنا على مواد القانون الثمانية كان برضو في احد الحاجات المهمة ان حكاية الجهات المعنية. اي. اخذ رأي الجهات المعنية. وطبعا الجهات المعنية معروف انه امن الدولة يعني. اي. فالأنبابولة قال في الاعلام ان دي شلناها يعني. في ناس بتقول لا ما اتشالتش. هي اتشالت كجهات معنية يعني. أنا في قرايتي للكل وعرضي للمشاهدين للقانون مفيش جهات معنية، بس هو فكرة أنه في البداية يقول لك الحصول على شهادة بعدم وجود مانع هنا دي برضو من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها على الجهة الإدارية، إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلامه، الطلب مرفق بمستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة موقعها وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 60 يوم. فأنت عندك هنا المحافظ حط لك الوزير المختص بشؤون الإسكان، حط لك طبعا أيضا الأمور الخاصة بالهدم والبناء قال لك برضو عدم وجود مانع، ويعني اللي اتكتب برضو لا مكتوبة، أنا أسفة مكتوبة فعلا في مادة 5 زميلنا، لو مادة 5 ما تشالتش القسيس إكرام لم تزال موجودة
موجودة يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مكتوبة. احنا عرفنا انها المختصة اللي هي الهندسية، لا مكتوبة المعنية يعني الأمن الدولة، مكتوبة الجهات المعنية الدولة على طول معنية. تمام. احنا احنا طرحنا برضو نقط تانية جناب القسيس، انه حضرتك برضو الكنيسة الانجيلية مش شرط ان يكون فيها سور، يعني هل حتة برضو تعريف الكنيسة ان الكنيسة بها سور؟ طرحنا برضو النقطة دي مع الاستاذ اسحاق ابراهيم من المبادرة الشخصية لحقوق الانسان، انه انت برضو يعني حتة التحديدات دي، قالك ليه بتحدد لي الكنيسة واللي جواها؟ طب ما انت مثلا النهاردة لو هو محدد الكنيسة جناب القسيس، انت بتتكلم هنا عن انه برضو ممكن في حاجات ما تنطبقش على الكنائس الانجيليه مثلا، فانتوا ايه رايكم يعني ككنيسه انجيليه؟ لا تقريبا واحد يعني مكان صناعه القربان، مكان صناعه القربان مثلا ما فيش في الكنيسه الانجيليه. دي يعني طيب ما هو يعني ما هي بيتقال بقى انك ليه يعني. انت حاطط لي يعني اللي اقصده انه هل ده بند لازم يعني كل التعريف ده انت كده مسؤول يعني لازم يكون ده التعريف اللي هتقوم بيه كنيسه؟ لو كنيسه بغير هذه المواصفات ما ينفعش تاخد تصريح؟ ما ده برضو سؤال مهم. لا مثلا يعني ما بقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا. طيب هل برضو للكنيسة الإنجيلية كنائس جناب القسيس، هل ليكوا كنائس مغلقة زي بعض الكنائس الأرثوذكسية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية مغلقة في بعض القرى حاليا لدواعي أمنية؟ طبعا هنا برضو المادة 8 قالت انه انت مش هيتعطى ترخيص غير للكنيسة اللي هي بيقام فيها الشعائر بالفعل اللي هي مفتوحة، اللي هي ما خدتش ترخيص في الفترة اللي فاتت، اللي هي مفتوحة لكن المغلقة زي. المغلقة خلاص دي مغلقة هتفضل مغلقة القانون هنا برضو لا يعني لا يهتم بهذه الكنائس. طيب انا ليا رجاء يعني هو انا عندي سؤال غريب شويه. اتفضل. هم بكمان حاجه غريبه قوي غير الحاجات اللي قلتيها، ما الحاجات اللي قلتيها برضو دي حاجات غريبه في بلاد الواء ما تلاقيهاش يعني تمام. هو لما يقول لك انه لازم يروح المشروع القانون للجنه الدينيه، لجنه الدينيه في البرلمان، ايوه ايه اختصاص اللجنه الدينيه في المباني؟ تمام. مبنى هم بيحولوا المبنى الى، احنا كان اتفاقنا الاصلي يعني انه دي هتبقى مبنى زي مبنى بيت زي مبنى عادي يعني سكن. نعم. احنا طرحنا يتعمل بالطريقه دي يعني صحيح. برضه حكايه انهم يحولوها على اللجنه الدينيه دي حاجه برضه غريبه قوي. طيب يعني انا ليا رجاء بس جناب القسيس طبعا احنا تناقشنا في ده برضو، معترضين من الدكتور عماد جادو كتير من البرلمان برضو معترضين على النقطة دي، انه يعني ايه ليه شؤون دينية؟ انت بتتكلم عن بنى مبنى مش بتتكلم عن حاجات خاصة في الدين. ده مبنى حضرتك ترخيص النوادي الليلية بيتم في 10 ايام في 15 يوم، يعني هو عايزين يعملوا نادي ليلي او نادي امار في الفنادق او حاجة زي كده، بيطالبوا الترخيص بمنتهى البساطة يعني. تمام. للأسف فإحنا يعني علشان نتكلم على كنيسة ومكان عبادة بنعاني الأمرين من 150 سنة مع الخط الهمايوني، 80 سنة مع الشروط العشرة العزبي، ولغاية دلوقتي وإحنا بنتكلم للأسف. طب أنا برجو حضرتك جناب القسيس والكنيسة نتواصل تاني، الكنائس الثلاثة نستمع لصوت الناس يعني صوتنا وصوت المسؤولين القانونيين، ده مهم جدا. فأنا رأيي أن حضرتك يعني أنا هحط على عاتقك المسؤولية دي أن بعد إذنك تتواصل، لأن إحنا عايزين الصوت ده يوصل يعني، لأن كده ما فيش حد الحياة معانا في الحلقة دي غير حضرتك الممثل الكنيسة الإنجيلية. حاولنا مع الأنبا بولا، حاولنا مع القس بولس، حاولنا أيضا مع يوحنا قلطة الأب يوحنا قلطة. فأنا بس برجو من حضرتك أنك توعدني أنك ممكن تقوم بهذا العمل، يكون في تواصل نستمع للأراء الناس، لأنه ما فيش حاجة مش غلط أنه ممكن نكون أنا ككنيسة مرتاحة لحاجة لكن أبص ألاقي ناس دققوا شوية لقوا حاجة معينة يلفتوا نظري ليها، أعتقد ده مش عيب ولا حرام ولا طبعا. ولا يعني بالضبط. فأنا برجو من حضرتك يعني تكون
يعني تبادر في هذا الأمر وإيصال هذه الأصوات وكل هذه المقترحات. بشكرك شكرا جزيلا جناب القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام للكنيسة الإنجيلية. الحقيقة احنا يعني حاطين ساعتين للموضوع ده مشاهدينا، بس اللي انا شايفين الوقت طبعا يعني واضح. احنا قلنا النقاط المهمة كلها طرحناها زي ما بنقول، مهم جدا جدا رأي المستشارين القانونيين في هذا الأمر. يعني ما ينفعش ان انا الاقي كده يعني بجد ويسأل. احنا المعدة اتصلت بالمستشار منصف سليمان لان هو الاسم اللي اتقال ان هو مع بالنسبة لهذا الأمر. استمعنا ايضا والنيافة الأنبا بولا مشكورا هو اللي قام بالتواصل والمكالمات والتحدث مع المسؤول من اللي رشحوا له المستشار العجاتي. كل دي حاجات مهمة، بس ده برضو اللي بيتعمل ده مهم جدا. عندنا مجموعة من الشباب ايضا، وكان نفسنا يعني احنا بنحاول دلوقتي زي ما قلنا نتواصل مع الأستاذة نادية هنري للأسف. عموما احنا بغير التواصل على الهواء انا بطمن حضراتكم انه انا معايا الحوار حتى اللي دار بيني وبين الأستاذة نادية هنري بانه الامر لم ينتهي بعد، ان احنا قدامنا في البرلمان لسه موضوع، يعني لسه في مناقشات وجلسات. لم نعلم إلى الآن إذا كان تم البت في أنه هيعرض على لجنة التشريع ولا لسه مازال الأمر بأنه يعرض على لجنة الشؤون الدينية. مش مفترض، ده مش شأن ديني، ده بناء مكان ملوش علاقة، ده مش شأن ديني عشان يروح للجنة الشؤون الدينية. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم يعني الكلام مثلا من ناحيه المستشار جميل حليم ممثل الكنيسه الكاثوليكيه قال ان مشروع القانون جاء بالتوافق بين الكنائس، به صياغه ايجابيه تعطي الاقباط حقهم في البناء، ونتمنى ان يقر البرلمان هذا القانون. من جانبه اوضح يوحنا قلطة نائب البطريركي الاقباط الكاثوليك توافق الكنائس الثلاثه الاسيس كرام اهو ككنيسه انجيليه وقعنا على مسوده القانون ننتظر البرلمان. وده براي القس اندريا رئيس الطائفة الإنجيلية. رفعت فكري أيضا مسؤول لجنة الإعلام بسنودس النيل الإنجيلي، قال القانون مؤشر إيجابي في ظل أمر واقع. خلوا بالكم من هنا التعبيرات برضو، أمر واقع يحتم التعامل مع الكنائس كحالة استثنائية. يعني برضو إحنا بنثمن رأي الأسيس رفعت فكري لأنه وضع الجملة دي هو ده اللي أنا بقول لحضراتكم عليه. الكنيسة شايفة إن ده أمر واقع وإن إحنا للأسف الشديد يعني في إطار هذا الأمر. عندنا أيضا يعني بشكر المصريين الأحرار نتيجة لكل حزب المصريين وكل الأحزاب اللي الحقيقة كان ليها آراء. يعني الحزب الحقيقة قال انه لا، في حاجات لم يتطرق الى الاشغالات الجزئيه للمبنى، الزم الكنائس بسور ربط بين عدد السكان المسيحيين مع مساحه الكنيسه، ضروره ان يكون الملحق وبيت الخلوه داخل سور الكنيسه، ساوى بين الهدم فقط والهدم واعاده البناء. يعني دي كلها ملاحظات. انتقد عدم تحديد مده كافيه او رفض طلب ترخيص الكنائس، كيفيه التظلم لم يوضع، وده نقطه مهمه جدا. انت النهارده لو رفضت نعمل ايه؟ يعني لو انت رفضت ورفضت الجهات المعنية دي مين، واللي هو عدم الممانعة ده انت هتجيبهولي منين؟ فدي برضو نقطة مهمة جدا. قال لك برضو مكان صناعة القربان بيحتاج لموافقات عديدة. المستشارين القانونيين زي ما خدنا رأيهم، ومنهم صبري هاني صبري المحامي، عايز أقول لكم يعني تعبير حتى الكلام اللي قاله كتب في الأقباط متحدون، انه قال لك انه قانون بناء الكنائس كارثي وبنوده بتفوق شروط العزب. يا جماعة طب شوفوا مع المستشار هاني صبري برضو كاتب بعض الملاحظات واتنشرت في الأقباط متحدون. فأنا كل ده كل اللي أنا بقوله ده مشاهدينا في غاية الأهمية، إن إحنا النهاردة عندنا أمور كتيرة جدا. معانا برضو النائب عاطف مخاليف كان بيقول وكيل لجنة حقوق الإنسان، المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بمساحة الكنيسة تحتاج لمزيد من التفاصيل. بنشكر كل اللي كتبوا الحقيقة مقالات زي محمود العليلي وقال لك ملغم سوف يزيد تعقيد بناء الكنائس، وهو أمين لجان متنوعة بحزب المصريين الأحرار. كمان النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي قال لك به مواد مطاطة تحتاج لتوضيح. التقرير اللي احنا عرضناه من المبادرة، أنا بحاول أدمج لحضراتكم كل ده لأن فعلا يعني الحكاية هنا محتاجة أنه يكون في يعني رؤي يعني أخذ في الاعتبار لكل كلام الناس دي كلها. بعد توقيع 70 نائب البرلمان يحيل مشروع المصريين الأحرار لبناء الكنائس للجنة مشتركة،
فكل ده اعتقد مشاهدينا زي ما بنقول انه بشكر ايضا حمدي رزق قال لهم افتحوا ليهم الكنائس لكي يصلوا، اتركوهم يصلوا، انتوا ايه مشكلتكم يا جماعه؟ الحقيقه بشكر كل من شارك معانا، بشكر طبعا استاذ لطيف شاكر وكان مازال موجود معنا كان كل الحلقه، كل اللي شاركونا في هذه الحلقه. هذه الحلقه كل الهدف منها انه احنا بنخاطب الكنائس الثلاثه وبنخاطب قداسه البابا ونيافه الانبا بولا، بنقول لهم بعد اذنكم، بعد اذنكم بس شوفوا واسمعونا، اسمعوا الآراء دي كلها، في حاجات أخذت على هذه البنود الثمانية أو المواد الثمانية، بنثمن مجهوداتكم جدا، ولكن أرجوكم خذوا آراء القانونيين، خذوا في الاعتبار آراء النواب البرلمانيين، خذوا في الاعتبار آراء الناس اللي تعرضوا لمشاكل بسبب بناء الكنائس أو بسبب أن يكون عندهم كنيسة في قريتهم الصغيرة. بشكركم مشاهدينا لمتابعتنا، هنتابع معاكم طبعا دي حلقه خاصه، ولكن هيكون لينا متابعه بالنسبه لماذا تم الوصول، ماذا يعني ما الذي سيحدث داخل البرلمان في مناقشه هذا القانون، قانون بناء الكنائس. الى ان نلتقي.